اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. والنهارده انطلقت منافسات الجوله 13 للدوري باربع ماتشات مهمه. كانت البدايه في استاد الاسكندريه وفاز فريق سموحه بعد غياب قدام طلائع الجيش بنتيجه 2-1. حسام حسن المعار من الاهلي كان نجم الشباك في فوز سموحه بعد ما سجل هدفين واحرز للطلائع خالد سطوحي. وانضم حسام حسن لسموحه في شهر يناير الحالي على سبيل الاعاره من الاهلي لنهايه الموسم. سموحه رفع رصيده ل 13 نقطه في المركز ال 11 وبيملك الطلائع نفس الرصيد في المركز ال 12. وفي استاد باتر سبورت اتعادل الداخليه مع بنك الاهلي بنتيجه 3-3 بعد مباراه مثيره جدا. سجل الداخليه سمير فكري وبركات حجاج ومصطفى فوزي، وسجل البنك الاهلي محمد هلال وموسى دياورا ومحمد هلال من ضربه جزاء. ورفع الداخليه رصيده ل 10 نقط في المركز اللي قبل الاخير، ورفع البنك رصيده ل 12 نقطه في المركز ال 14. نادي البنك الاهلي وجه الشكر للمدير الفني حلمي طولان بعد مباراه الداخليه، واكد اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي اسناد المهمه للمدرب المؤقت امير عبد العزيز حتى اختيار مدرب جديد للفريق. وعلى ملعب السلام اتعادل فيوتشر مع ديفو بيراميدز بنتيجه 1-1 في نفس الجوله. فيوتشر اتقدم من ضربه جزاء سجلها محمد رضا وبوبو، وتعادل بيراميدز بهدف سجله ابراهيم عادل. ورفع فيوتشر رصيده ل 27 نقطه في المركز الثاني، وارتفع رصيد بيراميدز ل 24 نقطه في المركز الرابع. واصل الزمالك نزيف من نقط بتعادله في ملعب برج العرب بالاسكندريه مع الاتحاد بدون اهداف. الزمالك فشل في هز شباك الاتحاد وما قدرش يحقق الفوز الغايب للجوله الثالثه. ورفع الزمالك رصيده ل 26 نقطه في المركز الثالث، وارتفع رصيد الاتحاد ل 19 نقطه في المركز الخامس. ولسه مكملين مع اجواء الدوري، والاهلي بينهي تدريباته استعدادا لماتش المصري بكره الخميس في ملعب برج العرب بالاسكندريه. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي ركز خلال التدريبات على بعض النقاط الفنيه قبل لقاء المصري، وتاكد غياب المدافع محمد عبد المنعم للاصابه عن صفوف الاهلي. شارك مروان عطيه لاعب الاهلي اللي انضم مؤخرا للفريق الاحمر في التدريبات لاول مره. مروان اتكلم عن صفقة انتقاله للأهلي وأكد أنه لم يفكر في الأمور المالية واختار اللعب بالقميص الأحمر. وانضم مروان لقائمة الأهلي لماتش المصري في ملعب برج العرب. تعالوا نشوف تقرير عن آراء الجماهير وتوقعاتهم لماتش الأهلي والمصري البورسعيدي ونرجع لكم مرة تانية. عايز أخد توقعاتك لمباراة الأهلي والمصري بكرة في الدوري، شايف المباراة إزاي بشكل عام؟ والله هو الاهلي بقاله كذا ماتش اللي فاتوا وبيكسب بيعمل نتائج كويسه، يعني اتوقع ان شاء الله ان هو يعمل نتيجه كويسه على اساس الماتشين اللي هيتلعبوا النهارده. يعني في اصلا فيوتشر وبيراميدز هيلعبوا النهارده وفي ماتش الزمالك، الماتشين دولت لو خلصوا تعادل فهو هيكون مصلحه كبيره جدا للاهلي ودافع كبير ليه ان هو يعمل نتيجه كويسه بكره عشان ينفرد بالصداره اكتر واكتر. يعني مصري مقدم اداء كويس اخر فتره واخر ماتش كسب الاتحاد تقريبا، وحسام حسن يعني اعتقد ان هو دارس الاهلي بشكل كويس، بس يعني ان شاء الله يعني الاهلي يكسب. مباراه صعبه على النادي الاهلي ان شاء الله، واللي يكون جاهز ومستعد للمباراه جيدا وعارف كل خطوطه ومنظم اوراقه كلها هيكسب ان شاء الله. الماتش بكره هيبقى صعب على الفريقين عشان كل فريق يعني عنده لعيبه كويسه السنه دي، بس انا اتوقع اتوقع ان النتيجه هتبقى 3-2 للاهلي. الماتشات على طول بتبقى حماسيه وقويه، المصري والاهلي، بس اعتقد ان الاهلي هيكسب وتوقعاتي ان هي هتبقى 4-1. انا باسم مرسي مهاجم الاسماعيلي الخلاف مع جماهير الدراويش بعد لقاء حرس الحدود بالدوري. واكد باسم مرسي ان ما حدث في ملعب الكليه الحربيه عقب مباراه الحرس امر شخصي مع احد الافراد. وقال مهاجم الاسماعيلي انه هيبذل كل جهده مع الفريق عشان يرجع الانتصارات مع زمايله مره تانيه للدراويش. اعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحله قائمه زعيم الفلاحين لمواجهه امبي بكره الخميس في الدوري. قائمه المحله بيغيب عنها المهاجم احمد الشيخ وحارس المرمى محمود الحضري بسبب الاصابه. وبيخوض غزل المحله اول مباراه تحت قياده مدربه عبد الباقي جمال بعد رحيل بابا فاسيليو بالتراضي. أعلن نادي حرس الحدود التعاقد مع النيجيري فالنتين أودو مهاجم منتخب المحليين في فترة الانتقالات الشتوية.
اللاعب النيجيري عمره 23 سنة ووقع لحرس الحدود لمدة موسمين ونص. تعالوا نشوف تقرير عن آراء الجماهير في أبرز الصفقات اللي تمت لغاية دلوقتي في فترة الانتقالات الشتوية. عايز اخد رايك، شايف ايه افضل صفقه اتعملت في الانتقالات الشتويه الحاليه؟ افضل صفقه صفقه مروان عطيه لما جه للاهلي. الضو في الاهلي عشان ما عندناش مهاجمين وقليلين جدا، مستواهم قليل واقع، وعبد الفتاح عشان باكات اليمين، خالد عبد الفتاح عشان الباكات اليمين عندنا كلهم مصابين، محمد هاني مستواه مذبذب، فدي صفقه حلوه. الصفقه بتاعت النادي الاهلي كريستو، كان لعيب جميل جدا لما كان مع النجم الساحلي، وان شاء الله صفقه يعني مبشره عن النادي الاهلي. انا لحد دلوقتي شايف حسام حسن اللي هو كان مع الاهلي ما كانش بيلعب فاهمني، فراح سموحه النهارده سجل جونين وكان متالق فاهم، فهو بيبان بشكل احلى. كولر ما كانش بيديله تمام، كان بيعتمد على شريف، وشريف واقع الفتره دي، شادي حسين برده مش اللي هو، فحسام كان هيفرق مع الاهلي. صفقه اللي هو الاهلي عملها بتاعت خالد عبد الفتاح اللي هو اللاعب اللي هو بتاع سموحه، كنت متابعه، كان لاعب كويس قوي، وكان فعلا الاهلي محتاج باك رايت كويس. كريستو اللي هو في الاهلي اللي هو مناسب لطريقه كولر، يعني ممكن يلعب بيه مهاجم وهمي. مروان عطيه زياده نص الملعب عشان لو عمرو السيد صاب او إلي ديانج او حمدي فتحي. اجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان واللاعبين عقب مران النهاردة، وناقش محافظ أسوان بعض المشاكل المالية اللي بيعاني منها الفريق واللي خلت الرمادي بيهدد بالرحيل عن منصبه. وأكد المحافظ أنه هيناقش توفير بعض الموارد المالية للفريق مع مجلس الإدارة برئاسة المستشار الشافعي صالح. وبكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، ونكمل حلقتنا مع كابتن ميدو بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، والنهارده ماتشات مهمه جدا في الدوري العام في الاسبوع ال 13. نبداها بماتش الداخليه والبنك الاهلي اللي انتهى بالتعادل الايجابي 3-3 في مباراه مليئه بالاخطاء الدفاعيه للفريقين، ومباراه نتج عنها اقاله الكابتن حلمي طولان بعد المباراه، بعد فترة قصيرة جدا وولاية قصيرة جدا مع البنك الأهلي. في المباراة الثانية سموحة بيعود للانتصارات مرة أخرى تحت قيادة الكابتن طارق العشري بفوز مهم جدا على طلائع الجيش 2-1 على ملعب أو استاد الإسكندرية، وفوز كابتن طارق العشري كان محتاجه في ظل كل الظروف والخلافات حول قرار بقائه من عدمه ما بين أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة وما بين رئيس النادي المهندس فرج عامر، وعودة حسام حسن للتهديف مرة أخرى في أول مباراة له مع سموحة بعد طبعا عودته مرة أخرى معارا من النادي الأهلي، عشان يقول لكم أن الكرة فيها حاجات كتير جدا غير الإمكانيات الفنية. هكلمكم على الموضوع ده باستفاضة، ازاي ان اللعيب نفس اللعيب يعني يواجه مشاكل كبيرة جدا في مكان، ثم بعد كده بعديها بثلاث اربع ايام يعود للتسجيل والتألق مرة اخرى ويلعب دور مهم جدا في فوز فريقه. في المباراة الثالثة الاتحاد والزمالك بيتعادلوا 0-0 على ملعب برج العرب، وعندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلموا عن الماتش ده. ثم اخيرا فيوتشر وبيراميدز بيتعادلوا 1-1 في مباراه برضو فيها كلام كتير، لان فيها تصريحات من مسؤولي الفريقين بعد المباراه. اروح للمباراه الاولى ورحيل الكابتن حلمي طولان. والحقيقه القرار بالنسبه لي قرار مفاجئ جدا،
لان كابتن حلمي يعني ما اعتقدش بقاله خمس ماتشات يعني. راجل بقاله كم ماتش يا جماعه قولوا لي؟ يعني لو معانا ارقام الكابتن حلمي طولان مع البنك الاهلي المفروض ان هي معانا ما بقالوش خمس ست ماتشات. كابتن حلمي مدرب كبير. تمن ماتشات. فاز في مباراه وتعادل في اربعه وخسر في ثلاث مباريات. انا معاك ان الريكورد او الرقم مش احسن حاجه يعني. ولكن احنا هنا ما بنتكلمش على مدرب مبتدئ. لسه اداره البنك الاهلي هتشوف ان هو مدرب كويس ولا لا. بنتكلم على مدرب مخضرم. كابتن حلمي طولان مدرب نجح في 80% او 90% من الاماكن اللي تواجد فيها كمدير فني، وراجل صاحب تاريخ كبير وصاحب باع كبير جدا. فالنهارده ان هو يمشي بعد 8 مباريات فقط، مهما كانت الظروف ومهما كانت الداخليات ومهما كانت التفاصيل، انا في رايي ان هو قرار متسرع جدا من اداره البنك الاهلي. والنهارده لو اللعيبه هي اللي بتتدخل او بتساهم في اتخاذ قرار لرحيل المدرب، دي مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. انا الحقيقه زعلان جدا على رحيل الكابتن حلمي طولان من البنك الاهلي، لانه مدرب مش صغير، مدرب كبير تاني، مدرب كبير قوي، صاحب تاريخ كبير وصاحب باع كبير. والنهاردة أنا بقول لكم بكل صراحة، أنا عارف بقى الداخليات إيه. أي حد النهاردة ممكن يجي يقول لك إيه النتائج وأصل النتائج مش كذا، لا. كلنا عارفين إن كابتن حلمي طولان لو قعد في البنك الأهلي وخد دعم ومساندة الإدارة إنه هينجح، كده كده هينجح مع الوقت، والنتائج هتيجي. ولكن النهاردة أنا بقول لكم القصة. كابتن حلمي مدرسته التدريبية هي مدرسة، أو مدرسته في الإدارة هي مدرسة ديكتاتورية، مدرسة صارمة في التدريب، وخمسين ستين سبعين في المائة من لعيبة البنك الأهلي مش متعودين على المدرسة دي، متعودين على نظام تاني في الشغل. وهو برضو مش نظام غلط، إنما كل مدرب ليه مدرسته. كابتن حلمي راجل صارم ما يعرفش الهزار، تمرينه ليه نظام، وحدات تدريبية عنيفة بعض الشيء، طويلة بعض الشيء، هي دي مدرسته التدريبية. لكن نجح بالمدرسة التدريبية دي. فالنهارده لما اللعيبه تتذمر من ان المدرب حاطط نظام صارم للعمل ونظام احترافي للعمل، لازم الاداره تقول للعيبه لا، الراجل ده المدرب ده موجود ولازم تتعودوا على السيستم ده. دي المعلومات اللي عندي ممكن يعني، ومعلومات يعني انا عارفها من جوه المطبخ يعني، ومن جوه أوضة لبس البنك الأهلي. لعيبة يعني كانت إن كابتن حلمي تدريباته طويلة، وإن هو راجل صارم، واللي بيتأخر دقيقة بيعمل معاه مش عارف إيه، وإن هو راجل على طول ستريكت وراجل كذا. هي دي مدرسته التدريبية، وهي دي المدرسة اللي هو نجح بيها في أماكن مختلفة. فالمفروض النهاردة إدارة البنك الأهلي عارفين وهم جايبين كابتن حلمي طولان، أكيد إن هم مراجعين ومذاكرين إن دي مدرسته، أكيد ما تفاجئوش بيها يعني، اكيد ما تفاجئوش بيها. ف يعني كل التوفيق طبعا للبنك الاهلي، فرقه محترمه واداره كويسه جدا جدا، ونادي قدر ان هو يعني يكون فرقه محترمه ولعيبه كويسه جدا جدا، وعندهم كل العناصر للنجاح. لكن ايه هي الاهداف الحقيقيه يعني؟ ايه هي الاهداف الحقيقيه للبنك الاهلي؟ في رايي الهدف الواقعي هو التواجد في النصف الاول من الجدول، او التواجد في اول ست سبع مراكز يعني، في الحته دي، في المنطقه دي، ده يعتبر
الهدف الواقعي. لو جبت اكتر من كده ده حاجة عظيمة جدا. لو جبت كده ده الهدف الواقعي. ده الهدف الواقعي بالنسبة لي يعني. عشان برضو في ناس في وسط الشغل بتبتدي تحلم وتتخيل وتقول اشمعنى. لا. هي الفرقة امكانياتها كده. فرقة خامس سادس سابع دوري. طبيعي. لو ضرب بقى في سنة وبقى الرابع دخل في المربع ونافس على المربع ده فوق يعني ايه فوق الهدف الواقعي. بتحقق حلم. ما عرفش ايه الداخليات والتفاصيل يعني لكن هي دي التفاصيل اللي عندي يعني. لكن حلمي طولان او كابتن حلمي طولان راجل مدرب كبير ويعني ومدرب مميز جدا ومدرب صاحب مدرسة تدريب زي ما بقول لكم مختلفة ومدرسة صارمة في الشغل ولكن المدرسة دي طلعت لعيبة كبار. كابتن حلمي طولان تتلمز على ايديه لعيبة كبار جدا وكلهم قدروا ان هم يكونوا لعيبة افضل من خلال مدرسته التدريبية الصارمة. ف يعني كل التوفيق للبنك الاهلي وفي نفس الوقت كل التحية لرضا شحاتة والداخلية ماشيين بشكل كويس على قد امكانياتهم وبيلعبوا بواقعية كبيرة جدا. ده بالنسبة لرحيل الكابتن حلمي طولان. نروح للماتش التاني ماتش سموحة وطلائع الجيش وفوز سموحة 2-1 بهدفي حسام حسن على ملعب استاد اسكندرية. والحقيقة فوز مهم جدا لسموحة وفوز مهم جدا للكابتن طارق العشري برضو المدير الفني القدير يعني بيتعرض لضغوط كبيرة جدا في الفترة السابقة في نادي سموحة منذ عودة طبعا المهندس فرج عامر اللي واضح جدا انه مش عايزه. وده بيبقى احساس صعب على المدرب حتى لو في تمسك من بقية اعضاء مجلس الادارة لكن قدر ان هو يفوز النهاردة بهدفي حسام حسن في اول مباراة بعد عودته من نادي الاهلي. طيب اكيد جمهور الاهلي هيتجنن. اكيد جمهور الاهلي هيتجنن. الراجل ده كان لسه عندنا من اسبوع ومش شايف الجون. يعني بيروح هو الجون كده مش شايفه. والنهاردة بيجيب جولين حلوين. دي ارقام تخيلوا حسام حسن مع الاهلي لعب 38 ماتش جاب 4 تجوان وصنع 3. رقم طبعا ضعيف جدا يعني لم ينجح مع الاهلي حتى الان. لم ينجح مع الاهلي لغايه اللحظه دي. ممكن يرجع مره تانية وينجح الله اعلم ولكن لم ينجح. ولكن مع كابتن طارق العشري ومع نادي سموحه في ممكن كيمياء خاصه ما بينه وما بين سموحه. والولد حاسس بثقه كبيره والولد حاسس ان المكان مكانه. واكيد الكابتن طارق العشري لعب دور كبير في ان هو يرجع له ثقته في نفسه وان هو يقعد معاه وفي اوقات الجلسات النفسيه بتبقى اهم بكتير جدا من الملعب ومن التدريب. وتاني بقول لكم ان كابتن طارق العشري يعني مدير فني قدير وصاحب تاريخ كبير جدا وصاحب مدرسه تدريبيه مميزه وصاحب هويه في التدريب فقدر ولعب دور كبير في ان هو يسرع من عجله الانسجام بتاعه حسام حسن مع الفريق. معايا الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحه. كابتن طارق مساء الخير. كابتن مين ازيك يا كابتن مين مالك عامل ايه بس صوتي رايح انت مجرب قبل كده مبروك يا كابتن مبروك. النهارده انا كنت بقول ان فوز مهم جدا ليك طبعا للفريق وفوز مهم جدا لطارق العشري نفسه صح ولا لا؟ مفيش شك كابتن ميدو يعني مبروك نادي سموحه مجلس اداره ولاعبين على يعني النهارده ماتش كان عنق زجاجه الصراحه والولاد صراحه رجاله جدا 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 ومحترمهم وفرقه كويسه اتكونت بعنايه لكن في بابلك شويه في النتائج وده عاده الفرق الجديده يعني الفرق انت عارف ان احنا عندنا 10 لاعبين تركوا الفرقه فلما بتيجي تكون فرقه مفيش شك طبعا النتائج بتحتاج ولكن شويه ثقه للولاد
وانا واثق فيهم جدا جدا جدا. والولاد صراحه بيأدوا بشكل كويس. الفرق اللي بتأدي امام الاهلي وفي يوتشر بشكل كويس جدا جدا في الدوري اعتقد يعني ماشي بخطوه ثابته جدا جدا. شويه دعم الولاد محتاجين كلمه طيبه ودعم من مجلس الاداره بشكل كويس، خاصه يعني مجلس الاداره بتاعنا، خاصه انا بحب اشكر طبعا دكتور عمر الغنيمي ومجلس ادارته مهندس فرج الفترة الأخيرة على الدعم بشكل كبير جدا جدا جدا. ومحتاجين الفرقة محتاجاها ومحتاجاها، مش عايز أقول ما أكذبش عليك، المدير الفني بدون دعم مجلس إدارة طبعا بيبقى فاقد حلقة كبيرة جدا جدا. فالفرقة مش محتاجة شوشرة صراحة حواليها كابتن ميدو، فرقة كويسة وشوية دعم في الفترة الأخيرة برؤية مدير فني. مدير فني هو المسؤول الأول والأخير على اختياراته لأنه هو لا يتحاسب، وأنت راجل مدير فني وعارف. كابتن طارق قول لي بصراحه ازاي قدرت تفصل نفسك الاول وتفصل فريقك او تحول يعني بعض التصريحات لصالحك، وان هي انت تحولها من لان انا متخيل او انا حاسس ان انت قدرت ونجحت ان انت تحول هذه التصريحات من ان هي تكون عامل سلبي الى عامل ايجابي وعامل تحفيزي للمجموعه واللاعبين. ازاي حضرتك قدرت تعمل كده؟ يعني شوف احنا شو يعني الفترة اللي فاتت دي احنا عشنا ايام صعبة صراحة، لكن انا عاوز اكد على شيء يا كابتن ميت. الطار العاشر بيحترم الصغير والكبير. الطار العاشر اسم كبير الحمد لله، وانت عارف بقى لي 40 سنة في مجال كرة القدم. الطار العاشر بيبذل كل مجهوده عشان الفرقة اللي تحت ايديه يبقى فرقة مميزة. مفيش شك طبعا بدايات ممكن تكون صعبة، لكن ترجع كده للنهايات كلها الحمد لله كلها نهايات بشكل كبير جدا سواء ببطولات او مراكز متقدمه. لكن نوع من الصبر، وانت عارف يا كابتن ميدو لما تيجي تبني فرقه محتاجه انت كمدرب نوع من الصبر، تصبر عشان الولاد يستوي، خاصه لما يبقى انت بتجمع فريق جديد. فطارق بيحترم كل الناس من الصغير للكبير، لان طول عمري انا دايما بهتم باخلاقياتي وبهتم دايما بفنياتي الحمد لله. طارق العاشر يعني مش هتكلم عن نفسي حدث ولا حرج والحمد لله رب العالمين. الفترة اللي فاتت بالشكل فترة صعبة جدا جدا على الفريق، ومرينا بظروف صعبة جدا جدا، وانت شفت التراشق قبل الإعلام كان بشكل كبير أثر علينا نفسيا أثر علينا نفسيا. أنا كنت بحاول بقدر الإمكان إن أنا أعمل يعني إزالة كده الأولاد في ركن معين. طبعا الشغل النفسي والذهني كان كتير جدا جدا لدى اللاعبين عشان النهاردة الماتش نخرج من عنق الزجاجة. بس إيد لوحدها مش هتسقف، ايد لوحدها مش هتسقف عشان فريق سموحه يرجع يقف على حيله بشكل كبير جدا. انا بوجه دعوه لمجلس الاداره كله برئاسه المهندس فرج عيمر ان يلتف حوالين الفريق، سواء طار العاشر بقى ايه او طار العاشر ماشي، المهم هو نادي سموحه. ده كلام محترم جدا يا كابتن طارق، وانا الحقيقه حاسس بيك. وطول الفتره اللي فاتت انا يعني بصراحة يعني مشفق عليك كابتن ميدو، وانا اتحطيت تحت ضغوط رهيبة جدا جدا وراهنت بمستقبلي التاريخ ده كله. انا ما بحبش افشل وبحب بقبل في تحدي. اصبر عليا وهتلاقي تيم كويس مع شوية دعم برؤية مدير فني. كل الاختصاصات كل مجالس الادارات بتدي اختصاصات للمدير الفني. مفيش اي مدير فني محترم هيقبل على نفسه ان الاختيارات يعني تفرض عليه، مش هيقبل. هل دي وطارق العاشري عمره ما هيتفرض عليه اسم معين. هل دي المشكله يا كابتن ميدو؟ ما كنتش هجيب اللاعب انا مقتنع بيه عشان اقدر اضيفه الى الفريق، انا بقى هيبقى بالنسبه لي مشكله كبيره جدا جدا جدا. وده اصلا الاختصاص اللي بيديه مجلس اداره المدير الفني. امال بيجيب مدير فني ليه؟ رئيس مجلس اداره رئيس مجلس اداره، الاعضاء اعضاء، والمدير الفني مدير فني، كل واحد بيشتغل في اختصاصاته. وبعدين بتبقى منظومه والمنظومه كلها ملتفه حوالين الفريق. كل ده اللي انا بطلبه، هو ده اللي انا بطلبه. ومع ذلك انا يا جماعه مش زعلان والله. انا مش انتوا شايفيني ماليش دور في الفتره اللي جايه، انا مش زعلان واشوفوا مين المهم مصلحه نادي سموحه في الفتره اللي مش عاوزين تراشق، عاوزين مجلس الاداره يتلم برئيسه باعضائه نلتف عشان نادي سموحه. نادي سموحه زي ما بيقولوا كيان. انا عضو عامل فيه، عضو جمعيه عموميه. فبقول مصلحه النادي فيه كل شيء. لو انا طارق العاشر هو العقبه، طارق العاشر يمشي ويجيب واحد تاني
يفيد نادي سموحه طالما هو شايفين الرؤيه دي كده. طالما انت دعمت طارق اشيل دعمه بكل قوه واديله فرصته وبعدين احكم عليه مش بالقطعه. انا من ساعه ما جيت طارق العشري ماشي طارق العشري ماشي طارق العشري ماشي محطوط تحت ضغط. اللعيبه بتاعتي انا سيطر عليها ازاي؟ يعني اللعيبه بتاعتي انا سيطر عليها ازاي؟ لولا ان هم ملتفين حواليا وعارفين المجهود اللي انا بذلته في مع الفريق ده مجهود خارق. انا ما اشتغلتش مع حرس الحدود المجهود اللي انا اشتغلته ده، ما اشتغلتش مع امبر المجهود اللي انا اشتغلته ده، ما اشتغلتش مع الجيش المجهود اللي انا اشتغلته ده. مجهود كبير جدا 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 ولود كبير جدا جدا. انا بعشي بيطلب الدعم فقط لا غير والوقوف وراه من اول رئيسه لكل اعضاء مجلس الاداره، وبعد كده في اخر السنه اشوفه. مش انا بشتار مش بيأدي مش بيأدي الدور ده دلوقتي امشي. انا ما عنديش اي مشكله، انا ما عنديش اي مشكله. مش طارق العشري اللي انا هعمل لسه اسمي في نادي سموحه. طارق العشري معروف لدى مصر كلها بتاريخه بفنياته واخلاقياته، وانا عمري ما اغلط في حد، اغلطوا فيا لكن انا عمري ما هتجاوز عنه، عمري ما هخرج. ليه؟ انا راجل متربي وبعرف احترام الصغير قبل الكبير. كابتن انا بس عايز اكد على نقطه مهمه جدا، لان انا عايز احييك لان انت راجل دايما بتحترم اداب المهنه. وصحيح يا جماعه مهنه التدريب ليها اداب، اهمها ان انت لا تسمح ابدا لاي شخص للتدخل في عملك، ولا تسمح لاي شخص مهما كان مين حتى لو هتخسر وظيفتك ان هو يفرض عليك اسماء ونظام وشغل خارج نطاق عمله او في غير تخصصه. وانا بحيي الكابتن طارق العشري لان هو زي غيره من المدربين اللي يعتبروا نموذج محترم لمهنة المدرب اللي بيحترم اداب مهنته. وهنا انا بقول ان اللي كابتن طارق بيعمله واللي مدربين كتير عملوه في اماكن مختلفة ان هو راجل ما بياكلش عيش. المدرب اللي بياكل عيش وبيفتح الباب للناس ان هي تتدخل في عمله في الاخر بيخرج من المكان من الباب الصغير. كابتن طارق العشري النهارده حتى لو مشي من سموحه فهو خرج من المكان او هيخرج من المكان من الباب الكبير. ليه؟ مش عشان نتائج، عشان هو راجل احترم اداب مهنته. ايه رايك يا كابتن طارق في الكلام ده؟ والله ده بسهوله يا كابتن ميدو. العرف المعترف بيه على مستوى العالم مش على مستوى مصر. ده العرف ان كل واحد بيأدي فيه مجال تخصصه. وفي الاخر بتبقى منظومه، امال بتسمى منظومه على اي اساس؟ منظومه ناجحه من مجلس اداره لجهاز فني للاعبين، بالاضافه كمان ليك لو كان في انديه جماهيريه. كل واحد بيشتغل في تخصصه، الأدي بيأدي الى عمل جماعي ناجح. من غير كده في التدخلات ومن غير توفير الدعم بشكل كويس حتى بالكلمه الطيبه مفيش شك بيبقى في هناك فشل. وانا ما بقبلش الفشل صراحه. انا صراحه الفتره اللي فاتت دي جهدت كتير جدا مع الولاد، والولاد انا بشكرهم وبشكرهم تاني مره لان الولاد صراحه كافحوا معايا اتمروا بظروف. انا مش عاوز اقول لك ان النهارده الولاد الكره هربانه منهم من الضغوط. يا جماعه شيلوا الضغوط عن اللاعبين، يا جماعه شيلوا الضغوط عن الجهاز الفني، ثقوا فيهم وشوفوهم وجربوهم ودعموهم فنيا وماديا، وبعدين احكموا عليهم ان دول لعيبه فاشله ولاعيبه ما تصلحش، وبعد كده اشوف حققت التارجت ولا ما حققتش التارجت. انت شايف ان انا في الفتره ديت هو طارق العشري العقب في الموضوع ده؟ متشكرين يا كابتن طارق العشري بكل ادب وبكل احترام. مش هكون زعلان والله. مش طارق العشري اللي جاي يعمل لسه اسمه، الحمد لله طارق العشري معروف للجميع. قلت لك قبل كده كابتن ميدو باخلاقياته قبل فنياته. وانا بحترم الصغير قبل الكبير، ارجو يكون الحوار في اطار الاحترام. صحيح. كابتن مش هطول عليك، الف مبروك على ماتش النهارده. مش هسالك يعني، انا في اسئله كتير عايز اسالها لك، مش هطول عليك. بشكرك على مداخلتك معانا وبتمنى لك التوفيق يا كابتن طارق. يعني طبعا ديك يعني يا جماعه الناس الراجل المدرب ده بيبقى صعبان عليه شغله. المدرب ده بيتعب، بيروح الشغل كل يوم، بيشتغل وبيحفظ وبيتعب وبيبعد عن اهله وكذا، مهنه شاقه. فبيبقى صعبان عليه ان هو يتعامل بقله احترام. اقل حاجه زي ما كابتن طارق كده بيقول ايه، احترم الراجل، احترم المجهود اللي هو عمله في المكان، احترم ال ال
الـ الوقت اللي هو خصصه للمكان. صحيح دي وظيفته وصحيح ده شغله، لكن الناس اللي زي طارق العاشري دول على فكره ما بيشتغلوش مدرب بس، بتلاقيه ان هو بيشتغل بقلبه في المكان، فبيشتغل مدرب وبيشتغل كذا وبيشتغل كذا وبيشتغل كذا، مش عشان حاجه، عشان هو عايز ينجح زي ما كابتن طارق كان بيقول، هو راجل لا يعرف الفشل. فعشان كده لازم نتعلم ان احنا نحترم الناس اللي بتخلص في عملها، نحترم الناس اللي بتخلص في عملها، حتى لو انت واخد قرار ان انت عايز تمشيه، لو انت واخد قرار ان انت عايز تمشيه لازم تحترم ان الراجل موجود. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، السبب الرئيسي في فوز سموحه النهارده هو تصريحات المهندس فرج عامر رئيس النادي. ليه؟ لان جزء من تصريحات المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه ان هو قلل من شان اللاعبين، قال ان اللعيبه دي لعيبه مش مظبوطه ما ينفعش تلعب في سموحه. انا بقول لكم ان طارق العاشر راح للعيبه قال لهم ردوا على الراجل ده في الملعب، هو حول بذكاء، وده يعني ذكاء ذكاء في نوع من الخبره، يعني حول بذكاء ان هو حاجه سلبيه بتتقال على حد ان هو يشحن اللعيبه، خلاه حافز ليهم. مره يعني الزمالك كان بيلعب القناه من سنين، يعني سنين عدت طويله، والمدير الفني للقناه يعني نزل له كده تصريح في جريده الاخبار بيقول ان الزمالك فريق عادي وسنهزمه في مباراه اليوم. وانا كنت المدير الفني لنادي الزمالك حقيقه، كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه كان الاسيستنت بتاعي، وكان الكابتن احمد عبد الحليم مدير الكوره، فاستغربوا جدا ان انا رحت الريسبشن طلبت ان انا اكبر الجورنان ده، اكبره على فرخ ورق وعايز 10 كوبي منه، 10 نسخ من الهيدلاين ده او العنوان ده للمدير الفني لنادي القناة، ان الزمالك فريق عادي وسنهزمه في مباراة اليوم. والمباراة الوحيدة اللي في حياتي ما قلتش فيها محاضرة، قلت فيها التشكيل بس، صورت الصورة من الجورنان من جريدة الاخبار وحطيتها في كل مكان في الاستاد، في اوضه اللبس، كان الماتش على استاد اسماعيليه، وقلت التشكيل، وقلت للعيبه وروا الناس دي مين هو نادي الزمالك، بس اقسم بالله ما قلت لك الكلمتين دول. لعيبه الزمالك نزلوا كلوا لعيبه القناه، كسبنا تقريبا 4-0، كلوهم مفيش يعني كل كره مشتركه كره تانية، كل ما قلتش حاجه خالص غير التشكيل بس. بس ساعات المدرب ممكن ان هو طبعا كان ولاد نادي الزمالك كتير في التشكيل، كان ساعتها بقى حازم امام وعمر جابر ومحمد ابراهيم وولاد كتير يعني كانوا، واعتقد ان اوباما نزل الشوط الثاني، كلهم ولاد الزمالك. فالمدرب ممكن ان هو يستغل تصريح موقف كلام ويستغله لصالحه ويستغله لإيجاد دوافع للعيبة، إيجاد دوافع للعيبة. وأنا بقول لكم إنه ده اللي كابتن طارق العاشري عامله. هو يا جماعة المدرب اللي شغال خلي بالكم ده الحلقة الأضعف في المنظومة. أسهل حاجة الناس تقول لك أصل المدرب، لا، المدربين بيشتغلوا وبيجتهدوا وبيخلصوا في شغلهم وبيبقوا طالبين الاحترام، طالبين على الأقل الاحترام زي ما كابتن طارق العاشري اتكلم وقال. بعد الفاصل هكلمكم على الزمالك، وهكلمكم على ماتش الاتحاد والزمالك.
اليوم تمت إقالة نويل ليغان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو رجل يعني صاحب باع كبير في فرنسا وفي إدارة الكرة الفرنسية، وراجل تقيل في فرنسا، مش يعني متفتكروش ان هو راجل سهل، راجل يعني عظمة تقيلة في فرنسا. النهاردة تمت إقالته ليه؟ لأنه لم يحترم أسطورة فرنسا زين الدين زيدان في تصريح ليه يعني بعد في إحدى الـ يعني الوكالات الإخبارية RMC. الرجل قال بيسألوه يعني زيدان يعني هيتمرن البرازيل، فقال لهم أنا مش ما يهمنيش يعني إذا تولى زيدان تدريب البرازيل. أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له، وأكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب. دي تصريحاته ضد زيدان، تصريحات ما فيهاش إساءة لكن فيها عدم احترام. طبعا بعد ما قال الكلام ده الدنيا اتقلبت. ريال مدريد دخل على الخط بيدعم زيدان من غير ما زيدان يفتح بقه. زيدان ما فتحش بقه خالص، ولا هو قال لا مش هعلق على التصريحات. امبابي نجم طبعا فرنسا وبي اس جي طلع دافع، قال فرنسا هي زيدان، يجب احترام اساطيرنا، زيدان هو فرنسا، لا يجب ان نقلل من احترام اسطوره بالشكل ده. دي طبعا التويته بتاع امبابي اللي بيدعم فيها زيدان، وده شيء طبيعي. الناس اتصدمت يعني، جالها صدمه من تصريحات نويل ليغان رئيس الاتحاد الفرنسي لكره القدم. وزيره الرياضه نفسها طلعت هجمت رئيس الاتحاد الفرنسي، لان بالنسبه لهم ده كلام غير مألوف ان رئيس الاتحاد يهاجم اسطوره من اساطير اللعبه، يهاجم اسطوره من اساطير اللعبه. الدنيا اتقلبت. وزيره الرياضه يعني الفرنسيه قالت ان يعني طبعا مزيد من التعليقات التي تفتقد للتواصل، وفوق ذلك انعدام احترام مشين، وهذا ما يؤلمنا جميعا تجاه اسطوره لكره القدم والرياضه عموما. رئيس اكبر اتحاد رياضي في فرنسا لا يجب ان يصرح بذلك. اعذرنا على هذا التصريح يا زيزو، ارجوك لقد تجاوز الحدود. يعني الدنيا اتقلبت على الموضوع. تعالوا نشوفوا قصه زيدان ايه. تسببت تصريحات نويل لوغاريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضد زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد السابق وصاحب الإنجازات العديدة على مستوى اللعب والتدريب، تسببت في إثارة الجدل في الساعات الماضية. كان لوغاريت قد قال عن زيدان بعد تجديد عقد ديشامب مع منتخب فرنسا في تصريحاته: لا يهمني أين يذهب، يمكنه الذهاب إلى البرازيل، لن أجيب على هاتفي إذا اتصل بي. العديد طلبوا لوغاريت بالاعتذار الرسمي، كيليان امبابي نجم منتخب فرنسا: زيدان هو فرنسا، لا نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة. وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي كاستيرا: تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى، وهذه المرة مع عدم احترام مخزن، لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك، الرجاء الاعتذار من زيدان من فضلكم. ريال مدريد في بيان رسمي: استنكر النادي الملكي التعليقات المؤسفة التي أدلى بها لوغاريت بشأن زين الدين زيدان، فهو أحد أكبر الأساطير الرياضية في العالم. تلك الانتقادات أجبرت لوغاريت عن الاعتذار عن تصريحاته بأنها غير لائقة، وبناء عليه قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إعفاء رئيسه نويل لوغاريت من منصبه بعد التصريحات المثيرة للجدل التي خرج بها، في خطوة من الاتحاد الفرنسي لتهدئة الرأي العام. كما قرر مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي تعيين نائبه فيليب ديالو في منصب الرئيس المؤقت لاتحاد كرة القدم. ويعتبر صانع الألعاب زين الدين زيدان من بين عظماء كرة القدم العالمية، حيث أنه قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه الأول في كأس العالم عام 1998.
وتألق مرة أخرى عندما فاز ببطولة اليورو عام 2000. زيدان نجم الكرة العالمية خرج منتصراً من حرب فرضت عليه ولم يدلي بشيء. شوفوا العالم بيعمل إيه؟ شوفوا العالم بيعمل إيه؟ لما حد يتجرأ ويقل احترام أو يقلل من قيمة أو يسيء لأي شخص كتب التاريخ، العالم بيتقلب. العالم بيتقلب بغض النظر بقى، سيبك انت الراجل ده انت بتحبه ولا مش بتحبه، انت اهلاوي انت زملكاوي انت كذا، ده قيمة لاعب كرة القدم الذي صنع التاريخ. واحنا جماعة في بلادنا لازم نتعلم ان احنا ازاي نحترم كل من صنع التاريخ ولا نقلل منه مهما كانت الظروف، لان الاساطير انت ما بتروحش تشتريهم في السوبر ماركت. مش هتروح كده تخش السوبر ماركت كده، تخش عند كشك السجاير تقول له اديني والنبي ايه اسطورتين وتمشي بيهم. الاسطوره اللي بيصنع التاريخ ده ما بتلاقيهوش بسهوله، ما بتلاقيهوش بسهوله. فلازم ان احنا ازاي ان احنا نتعلم نحترم اساطيرنا، ده من جهه. وعايز اكلمكم لان الموضوع ده هيخليني احكي لكم كده حاجه، يعني وانتوا عارفين انا عشت مع رؤساء انديه كتير واتخانقت مع رؤساء انديه كتير وكان عندي قصص وكان عندي حاجات كتير جدا يعني، وانا بلعب وانا مدرب وكل حاجه يعني. انا بتهيألي اتخانقت مع رؤساء انديه ممكن يعني كتير جدا. اقول لكم ليه بقى. دايما كان عندي احساس كده ان معظم رؤساء الانديه بيحتقروا لاعبي كره القدم وبينظروا لهم نظره قله احترام. بعض من رؤساء الانديه عندهم النظره دي دايما للاعيب الكوره، ان ده راجل ايه مش متعلم، ده الراجل لابس شورت وفانيلا، ده راجل. وخلي بالكم بكلمكم على 10 12 15 رئيس نادي، هي دي نظرتهم للاعيب كره القدم. بكلمكم على معظم رؤساء الانديه عندهم ايه يا عم ده لعيب كره ده كذا كذا كذا. النظره دي لازم تتغير. تتغير ازاي؟ تتغير من لعيب الكره نفسه، هو عمره ما هيغير نظرته ليك الا لما انت تفرض عليه ان هو يغير نظرته ليك. ازاي لعيب الكوره يكسب احترام اي حد؟ فانا هنا بقول الرساله للجيل الصغير والشباب الصغيره، لازم تفهموا الكلام ده. اوعى تفتكر ان في حد هيحترمك عشان خاطر تاريخك بس او تاريخك اللي انت عملته، ده مش هيحصل. الناس هتحترمك لو انت احترمت نفسك، لو انت ما قبلتش بجنيه دون وجه حق، لو انت ما قبلتش بان حد يتدخل في عملك في منصب انت موجود فيه. يعني النهارده ما تبقاش انت النهارده مثلا مدير فني ولا انت راجل شغال ايا كان رئيس قطاع ناشئين او ايا كان او بتاع، وتقبل ان حد يتدخل في عملك ويملي عليك ما تقوله ويملي عليك افعالك وتصرفاتك وتجيب مين وتمشي مين ويملي عليك قراراتك، وبعد كده تبقى مستني ان الراجل يحترمك. مش هحترمك. انت لعيب الكوره اللي بتفرض على اي بني ادم مهما كان مين ان هو يحترمك بايه؟ بان انت تحترم اداب مهنتك. ساعتها بقى هتلاقي الناس دي بتقدرك قوي وبتشيلك فوق دماغها وما تعرفش تقرب منك، لان هم بيشموا مين لعيب الكرة المحترم. وفي امثلة من لعيبة الكرة زي ما قلت لكم قبل كده متربية على مخها،
مش متربيه على جيبها. وانا قلت لكم قبل كده لعيبه الكوره نوعين، لعيب كوره متربي على مخه على عقله عنده كرامه، ولعيب كوره متربي على جيبه تقدر تجيبه باي مبلغ هتديهوله تحطهوله في جيبه. بقول رسالتي لان انا منتمي للاعبي كره القدم وانا رجل كره قدم، اوعى تقبل جنيه من اي شخص دون وجه حق، لان هيجي يوم حتى بعد 20 سنه والكلام ده اتقال قدامي قبل كده، انا فلان وفلان وفلان كانوا بيجولي كل اول شهر ياخدوا الظرف بتاعهم. اوعى تقبل كده على عيالك ولا اهلك ان انت يتقال عليك كده. خلي عندك كرامه والارزاق على الله. الشغل اللي انت فاكر ان هو هنا هيبقى احسن حاجه عندك هتلاقي قده مليون مره والابواب اتفتحت لك في مكان تاني، لان ربنا اكبر من اي حد. طول ما انت راجل بتزود موهبتك بان انت بتتعلم، بان انت بتاخد خبرات، بان انت بتخلص في شغلك، في ان انت بتجتهد، عمر ما ربنا يقفل باب الرزق قدامك. انا بقول لكم خبره حياه وبنقل لكم خبره حياه. وتاني انا رجل كره قدم، بعتز ان انا بقول ان انا رجل كره قدم، رجل ملعب، وبقول ان السبب الرئيسي ان البعض لا يحترم ويقدر لاعبي كره القدم، خاصه من بعض رجال الاعمال، مش هسميهم رؤساء انديه، هم لاعبي كره القدم انفسهم، وبعض منهم ما تعملش اي حاجه عشان خاطر جايبه لك فلوس زياده. لو حاجه مش قد قيمتك ما تعملهاش. دي نصيحتي. هتفضل طول عمرك كبير، وحتى لو وقعت هتقف على رجليك تاني والناس هتحترمك وتقدرك. وانا شفت الامثله دي شفتهم. منهم ناس لغايه دلوقتي موجوده على الساحه وبيعملوا فلوس وكل حاجه، بس هتلاقيه عنده كده دايما كسره عين، عينيه مكسوره سنه كده. وناس تانيه ممكن تكون الفلوس اللي معاهم اقل وما وصلوش لنفس المراتب ونفس المناصب بتاعت الناس التانيه، لكن دايما هتلاقي راسه مرفوعه. كلام واضح، اسمعوا كلامي. انا الكلام ده بقوله لكم وانا من اهل كره القدم. احنا اول حاجه شقين بالنادي، ان مفيش حد يسيء لاي اسطوره او اي لعيب كره قدم سابق او حالي، لان تاني الاساطير لا يباعوا في السوبر ماركت. ونمره 2، ندائي الى لاعبي كره القدم، اوعى تقبل جنيه على نفسك وعلى بيتك دون وجه حق، من غير شغل تكون قدمته. انا رحت اشتغلت خدت فلوس، لان الناس دي بتتباهى. انا كنت بدي فلان، انا بعمل فلان. شفت انا الامثله دي وشفت الامثله دي. اتمنى تكون رسالتي وصلت للشباب الصغيره، لان احنا عايزين نطلع جيل من لعيبه الكوره يكون متربي على مخه مش متربي على جيبه. بعد الفاصل هيكون معايا جد ودويدار. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الرومنتادا، وضيوفي جدو ودويدار للحديث عن الدوري المصري. جدو مساء الخير. مساء الفل يا ميدو، منورني حبيبي، ربنا يخليك. مساء الفل كابتن، وحشنا كابتن. عاجبني الجاكيت هو ده لون ايه يا كابتن؟ اورنج بس عاجبني. وانا مش حاسه اورنج، بتاع الشتا ده، بتاع الشتا اورنج. اه طيب، وما انت حاسه ايه؟ اورنجي فاتح شويه احمر. جدو الاول عايز اخدك يعني الرحيل المفاجئ لكابتن حلمي طولان، يعني ما توقعناش صراحه بعد 8 مباريات فقط. واحنا كنا متخيلين ان اداره البنك الاهلي جايبه كابتن حلمي وعارفه مدرسته وعارفه ان هو راجل مدرسته مختلفه عن المدربين اللي كانوا موجودين قبل كده،
هل بالنسبة لك رحيله كان مفاجأة؟ لا هو ما كانش مفاجأة ميدو بالنسبة لي بصراحة. أكيد طبعا ما حدش اختلف على قيمة وقامة مدرب كبير زي كابتن حلمي طولان، لكن أنا كنت شايف بوادر من أول ما مسك كابتن حلمي يعني بتقول إن هو قريبا هيتم الإقالة أو الاستقالة. يعني أنا حاسس من أهم الأسباب ميدو إن هو خسر أوضة اللبس، خسر اللعيبة. حتى لو شفت النهارده من الاجوان اللي جابها هلال وحتى موسى ديوارا الشوط الثاني، اللعيبه بتجيب جون وما بتفرحش، يعني مش مبسوطه، حاسه ان في يعني في فجوه كبيره جدا بين الكابتن حلمي وبين اللعيبه. اعتقد دي من يعني مليون في الميه هي دي كانت سبب رحيل الكابتن حلمي طروان عن هل دي اخبار كانت جالك من جوه اوضه اللبس؟ يعني في كلام كان كتير بيتقال، حتى لما احنا لعبناهم كان تقريبا احنا المقاولين لو كنا كسبنا او تعادلنا معاهم كان ممكن الكابتن حلمي يمشي بعد المباراه على طول، لكن مكسب المقاولين كان مخليه يكمل ماتشين ثلاثه. لكن انا كنت شايف من سبب الاسباب ان في فجوه كبيره جدا بين اللعيبه وبين الكابتن حلمي طولان. حتى بنت النهارده في الماتش النهارده ميدو هلال جاب جون مش ما بيفرحش، موسى ديوارا جاب جون ما بيفرحش، فاهم؟ تحس ان في مشاكل كبيره جدا بين الجهاز، يعني ما كانش في تواصل جيد بين الجهاز واللعيبه. فاعتقد ده اللي عجل برحيل الكابتن حلمي طولان، خصوصا ان هو بقاله 3 4 ماتشات يعني تقريبا ما كملش شهر مع الفرقه. بس تقريبا الفجوه كانت باينه واضحه جدا بالنسبه للاداره، فتحركت بسرعه ان هي تقيل الكابتن حلمي. لكن ده ما يقلش خالص من الكابتن حلمي وتاريخه وان هو مدرب كبير طبعا. يعني طب دودار، يعني هل انت في رايك ان اللعيبه جالها صدمه؟ يعني ايه ساعات كده بيقول لك ان في حاجه اسمها كلتشر شوك، اللي هو ايه تبقى متعود على نظام. هل الاختلاف الكبير اللي ما بين مدرسه كابتن خالد جلال التدريبيه وشخصيته ومدرسه كابتن حلمي طولان التدريبيه وشخصيته سببت للعيبه صدمه؟ بص يا كابتن، يعني كابتن حلمي طولان من المدربين اللي انا بحبها جدا، وانا اشتغلت معاه وفي اتحاد الشرطه وقعد معايا سنه. هو شخصيه قويه جدا، ما بيحبش الدلع، دايما واخد الموضوع من التمرين، زي اللي انت هتعمله في التمرين هتعمله في الماتش. طب وهل لعيبه دول؟ ما هو ده اللي انا جاي اتكلم فيه، ان حته ان لازم الديفنس يقف وقفه معينه، لازم تتنفذ نص الملعب، لازم يوقف وقفه معينه. الراجل بيعمل تكتيك، لازم التكتيك يتنفذ بكل حذافيره. فشاف ان كابتن حلمي طولان مدرب كبير جدا، لكن اللعيبه ما ساعدتهوش ان هو ينجح. يعني لان طريقه الكابتن حلمي طولان الشخصيه القويه اللي يقدر يسيطر على اوضه اللبس. اختلف مع كلام جده ان خسر اوضه اللبس، لا، شايف لعيبه النادي البنك الاهلي كان عندهم من الاستعداد، مع مش فارق معهم اي حد يجي، يعني يجي كابتن حلمي طولان، يجي مدرب تاني، يجي مدرب تالت، لا. لكن الاهم كان بالنسبه لي ان نجحوا الكابتن حلمي طولان. فشايف ان الكابتن حلمي طولان شخصيته القويه مش على هوا بعض اللعيبه في البنك الاهلي، وده غلط. طب ماشي، طب ما ده اللي بنقوله، ما ده اللي بنقوله، ان اللعيبه ممكن تكون جزء كبير، عدد كبير جدا منهم مش عايز يبقى فيه نظام صارم. لا هم مش عايزينه، اللعيبه مش عايزاه. طيب اللعيبه مش عايزاه، اللعيبه يعني مش متقبله. ما ده اللي احنا قلناه. ما هو جده في حاجه، ركز معايا بقى. انا متفق معاه، لكن المدير الفني هو متفق معاه بس يقول كلام بطريقه ثانيه. المدير الفني بالنسبه لي هو عنده الشخصيه القويه. انا كلاعب ايه دوري يا كابتن ميدو؟ ايه دوري ان انا انزل اتمرن من اول دقيقه لاخر دقيقه، اروح الماتش مركز، لما اجي اقعد احتياطي ما اتضايقش. بص 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 يا ميدو، جاب جول، شوف زعلان يعني زعلان، تحس ان هو خسران 5-6، يعني في حاجه مش طبيعيه. بص يعني حتى يعني ما فيش فرحه خالص، يعني ده فرحه واحد جاب جول في اول 3 دقائق يا ميدو. اعتقد ان كان في مشاكل كبيره جدا هي دي، وزي ما انت قلت يا ميدو الصدمه اللي حصلت بين نظام الكابتن صدمة خالد جلال. يعني خالد جلال متعودين على مدرب لمدرب، متعودين على شخصيه معينه، متعودين على بيحط مارين ما كانش عايزينه، اللعيبه ما كانتش عايزاه. مين قال كده؟ اللعيبه بيقول لك اللعيبه ما كانتش عايزاه، عشان كده مش اللعيبه ما كانتش عايزاه. واللعيبه دلوقتي مش عايزه الكابتن حلمي طولان. لا ليه؟ طيب ليه اللعيبه ما كانتش عايزه الكابتن خالد جلال؟ انا بقول لك هو ما كانش عايزينه يا حبيبي. ما كان معاهم السنه اللي فاتت والموسم ده كان ماشي كويس. اللي حصل ماشي كويس، مش ليه اللي حصل ان كان نادي البنك الاهلي دخل الموسم بطموحات جديده، بتدعيمات قويه، فحس ان انا صرفت فلوس كتير، عملت تدعيمات قويه في الموسم. فبالنسبه لي ما كانش ده اللي كان المردود اللي كان يتوقع انهم يبقوا موجودين فيه مع الكابتن خالد جلال. طب هو انا 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 بعتقد ان هم استعجلوا على رحيل الكابتن خالد جلال، يعني اعتقد ان اداره البنك استعجلت رحيل الكابتن خالد جلال بعد 5 مباريات او 6 مباريات تقريبا من الموسم الجديد. اعتقد ان كان لسه بدري. لا اقل بتاع
اقل اربع او خمس مباريات تقريبا يعني ثلاث مباريات تقريبا ايوه ايوه بالظبط. فاعتقد ان هم استعجلوا يعني كان ممكن ياخد فرصه لحد الدور الاول على الاقل وتشوفه تقيم التجربه في النهايه فان انت تدي له وقت وان انت بالذات ان كابتن خالد جلال يعني عامل موسم اللي فات هايل بالظبط وبعدين جاله عرض من المنتخب الاولمبي تقريبا ورفضوا ان هو يكمل مع الـ مع مع النادي مع نادي البنك الاهلي. اعتقد انه كان محتاج فرصه لحد نهايه الدور الاول وتقيم التجربه بشكل عام ولو كان في تغيير في النهايه مش ده اللي يرضي طموح الاداره كان ممكن يبقى يحصل تغيير في الوقت ده. لكن انت بعد اذنك لكن انت عملت تغيير في وسط الموسم يا ميدو وعندك كل ثلاث مباريات كل ثلاث ايام ماتش فصعب جدا الكابتن حلمي يجي ويغير السيستم كله من اول ما اتعمل بقالهم سنه ونص شغالين بيه من السنه اللي فاتت وبدات الموسم بيه ان الكابتن حلمي يجي يغير السيستم كله شكله فده اللي عمل مشكله ده اللي عمل شوك للعيبه. أنا في رايي فاعتقد ان هو ما قدرش ان هو يسيطر على اللعيبه فنيا في 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 الملعب يعني. انا في رايي ان كابتن حلمي يعني كان لازم ان هو يدخل السيستم بتاعه سنه سنه واحده واحده فنيا وعلى مستوى الشخصيه صح يعني هم انا بقول لك ان هم جم من السائع للسخن فجاه صح اه مره واحده عارف ايه دخلهم الساونا كان لازم صح كان لازم يحصل تغيير ده. انا بقى كلاعيبه جدا بعد البريك يعني ممكن كان بعد دوره ما ينتهي في لا في وقف تقريبا شويه يعني شهر واحد تقريبا في بقى المنتخب بس خلي بالك برضو انا كلاعيب بس خلي بالك يا جدو بقى ناس في الدار في تريكايه عايز اقول لك عليها برضو ان انت لو دخلت بشخصيه معينه مع 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 اللعيبه وبعد كده مره واحده رحت مغيرها خلي بالك برضو ان دي مشكله يعني مثلا ايه دخلت بالراحه الاول وبعد كده مره واحده لقوك كابتن حلمي طلب بعد بس انت قلت واحده واحده كابتن حلمي طلب بعد 60 سنه 65 يعني سنه تدريب يعني غير من طريقته اكيد يعني انت اللعيب انا قلت انت غير من طريقته على المدرب اللي يجي يا حبيبي انا دور اللعيب يا حبيبي انت النهارده المدرب عندي شخصيه قويه هشوف هو ايه اللي ما بيحبوش وما عملوش لكن انا ما اشوفش المدرب النهارده شخصيته قويه فانا ضايقه فان انا ما اتمرنتش كويس لا اللاعب بياخد فلوس مقابل ان بيجي يتمرن من اول دقيقه لاخر دقيقه اقعد يبقى اقعد لكن ما تقعدش انت احتياطي فتزعل فتتضايق فتلاقي المدرب كابتن حلمي دي مش طريقته انت هتقعد خلاص اقعد ما تتضايقش ما تقلبش وشك على زميلك وهو اللي بيحصل. انا عندي بس قصه مهمه جدا لما دخلت تاني رجعت التدريب انا بقول لكم عليها ان من اهم المشاكل اللي بتقابل المدربين كتير ان اللي جماعه الفرق كلها عندها عدد لعيبه كتير جدا مش قوي فانت يعني في لعيبه عدد لعيبه كتيره جدا ده بيخليك بيصعب من 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 شغلك في الملعب بيصعب من حاجات وده كلام لازم يتغير يعني احنا بنقوله واحنا قاعدين كنا في الاستوديوهات دلوقتي يعني انت 30 مفيش مدرب في الدنيا مرن 30 لعيب لو اكتر دلوقتي يا ميت انت القائم عندك 30 لعيب وعندك خمسه تحت السن بيبقوا موجودين معاك صعب ناشئين وعندك كمان لعيبه فرقه ده ممكن انت تجيبها تحت السن فعدد كبير جدا. على العموم يعني الاخبار اللي عندي ان بابا فاسيليو قريب من البنك الاهلي. الاختلاف دلوقتي في التفاوض ان نادي البنك الاهلي طبعا مش لاقيين دولار في البنك فعايزين يعرضوا عليه فلوس مش عارفوا يطلعوا فعايزين يعرضوا فعرضوا عليه بجد عرضوا عليه فلوس بالمصري والراجل بيقول لك انا مش هاخد الا بالدولار والله مش بهزر عنده حق والله العظيم كابتن ايمن رمادي برضه الدور دلوقتي بس فعلا في مفاوضات ان 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 اكيد طبعا اكيد كان واضح جدا انا بهزر طبعا في موضوع البنك لكن في مفاوضات فعلا لكن اداره البنك الاهلي بتعرض عليه بالجنيه المصري وهو الراجل طرب ده لكن انا اللي عارف ان هو قريب اكيد وبيفكروا برضه في الكابتن ايمن رمادي يعني كابتن رمادي في اسوان محتاج صفقات ومحتاج لعيبه ولو شاف ان الاداره مش هتحقق رغبته ممكن بشكل كبير جدا الكابتن ايمن رمادي برضه يروح البنك الاهلي ولو ما راحش البنك الاهلي هتلاقيه راح في اي نادي تاني زي سموحه بس انا يعني انا شايف ان كابتن ايمن عامل نتائج هايله مع اسوان وحفظ لعيبته ولعيبته مقتنعه بيه وكل حاجه كويسه ممكن تروح مكان تاني على فكره شخصيه اللعيبه اعلى او حاجات ونجوميتهم اكتر وكل حاجه ما يقتنعوش بالكلام نفس الكلام يعني كل حاجه انا والله مش عشان لان يعني هو كمان لو هو رحل دلوقتي يا ميدو ما ينفعش يشتغل تاني تالي غير اخر بعد الموسم ما ينتهي هو على فكره بس هو دلوقتي لو قدم استقاله هو قال على فكره انا لو مشيت مش هشتغل تاني بالظبط لان هو قانون ما ينفعش يشتغل لو هو قدم استقالته يا ميدو ما ينفعش يمسك نادي من بكره لازم يستنى لحد الموسم ما ينتهي لكن لو هم عقلوه تمام ماشي احنا كان مدرب كويس ما عملناش حاجه لكن كان لكن كل التوفيق لنادي البنك الاهلي طب نروح للزمالك يا دودار النهارده الزمالك بيتعادل مع الاتحاد 0-0 والجمهور الزمالك زعلان جدا مش عشان النتيجه لكن حاسس ان اللعيبه يعني بتلعب كول قوي ان عادي ايه يعني متعادلين يعني ده 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 ده, ده الاحساس اللي جالي وانا بتفرج على الماتش ان مثلا ايه لو لما تجيبها جده في الدقيقه 80 تحس ايه لو انت ما بصيتش على الوقت تحس ان الماتش لسه بادئ بقاله ربع ساعه صح ولا لا صح بجد انا 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 بصيت
لا يمكن تكون الدقيقه دي 81. انا بصيت اللعيبه هاديه قوي يعني ايه العكس ده الاتحاد كان اخطر في اخر 10 دقائق ممكن يعني يكسب ويستحوذ على الكره. لا اللعيبه بتجيب الكره بالاوت بالراحه وبتلعب يعني ايه اللي حصل يا دودار؟ بص يا كابتن، هو في طبعا لازم نتكلم في كذا نقطه بخصوص نادي الزمالك، لان الموضوع بالنسبه لي محير جدا. دايما اي فريق يعني السنه اللي فاتت او اللي قبلها كنا دايما بنقول ان مفيش صفقات، مفيش وقف القيد عامل مشكله، كان في مبررات كتير. لكن اللي بيحصل دلوقتي في نادي الزمالك، كل اللي انا شايفه ان نادي الزمالك لغايه دلوقتي لسه ما جاش، احنا في الاسبوع 13 لسه ما دخلش الدوري، او ما دخلش الاجواء بتاعه الدوري، او ما دخلش ان هو لازم ياخد الدوري للموسم الثالث. هم داخلين المنظره. رجعوا الكره دي يا جماعه بعد اذنكم، بعد اذنكم رجعوا الكره دي من الاول. يعني لاعبين نادي الزمالك كابتن السنه دي ممكن ترجعوا الكره من الاول يا استاذ ياسر بعد اذنك. بص بص، لا ارجع تاني بعد كده من اولها خالص، من اول الكورنر، من اولها ارجع بس. تمام. بص الراجل راح يا جدو، بص رد فعل الناس في الكورنر القصير يوريك ان اللعيبه مش عايشه الجيم. مش عايشه اللعيبه. لو جينا بصينا على بص كمان، بص بص طلعتهم ازاي، ماشيه كده، ماشيه ما حدش اتحرك خالص. بص كل واحد واقف، الراجل استلم ولف وكان ممكن يرقص. بعدين هو المفروض ده اللي يجي، كان ممكن يرقص. المفروض النص الملعب ده اللي يجي اصلا، اللي يجي الراجل اللي واقف بره ال 6 يطلع. لا في مدربين بتشتغل ان الراجل اللي بره ال 18 والراجل اللي على القايم هم اللي يروحوا، وفي مدربين بيشتغلوا بان الراجل اللي على الست ده هو اللي يروح. يعني هي مدارس في الزمالك بيشتغل ان الراجل اللي على القايم هو اللي يطلع، هو اللي بيطلع. ايوه لكن ده ايه اللي جابه هنا؟ فبالتالي لو اتعمل للراجل اللي هناك ده او للراجل ده، ما انت عشان عشان تشتغل بالسيستم ده لازم يبقوا اتنين حامين ال 18 عشان الراجل التاني راح عليه يقفل القوس. شايف ان دايما بدايات نادي الزمالك الماتشات الاخيره جد، واحنا اتكلمنا في النقطه ديت، في مشكله كبيره جدا في بدايات نادي الزمالك، في عشوائيه، في فرديه، في بعد ما بين الخطوط رهيب انا مش فاهمه. اتكلمنا ان لازم نادي الزمالك يلعب بطريقه 3 4 3 اللي كسب بيها الدوري ويبتدي ان هو يلعب سيد نيمار. انت في رايك ان المشكله في اسلوب طريقه اللعب ولا اللعيبه في مخها حاجه؟ الاثنين. طيب الاثنين مشكله في الاثنين، ودي حاجه طب غريبه. طب ممكن يكون في مخ اللعيبه ده؟ اللي في مخ اللعيبه يا كابتن كل اللي انا شايفه لا مبالاه. من ايه؟ لا مبالاه، استمراريه في الاداء. احنا متفقين يا كابتن اللعيب نادي الزمالك هو مش لاعب للماتش او مش لاعب للماتشين، هو لاعب لموسم طويل، لازم يكون في استمراريه. النهارده امام عاشور كل قراراته غلط، زيزو كل قراراته غلط، فرديه بشكل انا مش شايف له اي مبرر. زي ما بقولها كابتن اللعيبه في مش عارف، كل اللي انا حاسه في غرور، في رعونه، في لا مبالاه، في ان الجمهور نادي الزمالك بيروح في كل مكان. إيه ده غرور من ايه يا جدو؟ ده انت متاخر عن المتصدر بخمس ست نقط، ده يعني دي كارثه. ده ايوه يعني هي خمس نقط بس، ده ممكن توصل 20 نقطه فرق. غرور ده اسمعني بس، اللعيب ده حاسس بغرور مثلا، ممكن اقول لو اللعيب لو الزمالك متصدر، لو الزمالك مكان الاهلي مثلا حاسه بغرور استسهلوا الدوري، انما ده ناس بتتشيس هم فاكرين. اتكلمت من بعض منهم اصل احنا الدور الاولاني السنه اللي فاتت ما كناش كويسين، بس رجعنا رومونتادا في الدور الثاني. هل الكلام ده يحصل السنه دي؟ انا بقول لهم لا. وانا قلت لهم انت جدو ايه رايك؟ لا انا شايف ان نادي الزمالك بيعاني من مشاكل كتير جدا يا ميدو، سواء بره الملعب وجوه الملعب. كان بره الملعب التوتر اللي عايش فيه اللعيبه الفتره اللي فاتت، والتصريحات، ما فيش استقرار حوالين الفرقه بشكل كبير جدا من بعد المباراه اللي فاتت، تقريبا من بعد مباراه اسوان. يعني انت نادي الزمالك لعب المباراه الثالثه النهارده، كسب نقطتين من 9 نقط، وكنت بتلعب الداخليه واسوان، والنهارده كنت بتلعب الاتحاد، فاعتقد ده معدل ضعيف جدا. كان ممكن يكسب 10 دقايق. تاني حاجة ان نخش فنيا ميدو، يمكن زي ما اتكلمنا بدأ يلعب بأربعة تلاتة تلاتة. انا شايف ان هو مبالغ جدا في نص الملعب، انت تلعب بسيسي ودونجا مع بعض. اعتقد ان انت كان لازم النهاردة اول تغيير تعمله بين الشوطين النهاردة، بدل ما انت عندك اربعة ورا واقفين، عندك الشعب شافي ما بيهاجمش بشكل كبير، وعندك المسلوسي باك رايت بشكل كبير، كان لازم تكتفي بدونجا في الاول وتلعب نيمار ناحية اليمين وتدخل زيزو جوه، زي ما حصل الموسم اللي فات. زيزو لما دخلته جوه قربته من البوكس شويه، بدا يبقى في خطوره نادي الزمالك، يبقى هو ومصطفى شلبي الاثنين يبقوا تحت سيف الجزير ويلعب ناحيه الشمال، وانا بطل ويلعب دونجا قدامه، زيزو قدامه امام عاشور، ويلعب نيمار ناحيه اليمين والناحيه الثانيه مصطفى شلبي، وتلعب بالجزير قدام. فاعتقد ان انت مفيش فيرود، ده نادي الزمالك لازم يجيب فيرود. في اعتقد ان انت لو اديت بالشكل ده منه، كان ممكن الاداء الهجومي يتحسن بشكل كويس. لكن النهارده انت زيزو واقف ناحيه اليمين، مصطفى شايب واقف ناحيه، مفيش حد بيدخل مع الجزيري تاني في نص الملعب. الجزيري ده كمان ان مفيش حد، الاثنين الثمانيه اللي عندك، السيسي ما بيدخلش تحت الفيرود ولا في الهاف سبيس، يقطع في الحته ديت، اللي هو لما يكون عندك زيزو فاتح جوه، وبالذات سيسو بيفتح بره ليه؟ عشان خاطر عنده مسوسي واقف بره،
واقف ورا ما بيهاجمش، حتى لو مسلوسي لو بيهاجم ممكن جيزو يدخل لجوه ميدو ويبدا يشتغل، لكن المسلوسي واقف طول الوقت جوه، فبالتالي جيزو واقف قدامه في الحته دي عشان ياخد الوينج. ففي الحاله دي لازم رقم 8 يزق لقدام بالظبط تحت الكوره، ايوه بالظبط يغذي الحته دي. فاعتقد نادي الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا في العمق الهجومي، ما عندكش النهارده يعني. انا ما شفتش الزمالك في الثلاث ماتشات اللي فاتوا ميدو ضيع فرصه غير من الكرات الثابته، يعني الكرات الثابته او ماتش الاسوان كان ثابت كان خطر، ماتش اللي فات الداخليه تعادل بكره ثابته، الماتش النهارده الاتحاد الخطوط بتاعه الزمالك كلها من كرة ثابته، يعني ما بتشوفش نادي الزمالك بيضيع فرصه من اللعب مفتوح. بس انا عايز حاجه جمل او شغل كويس بس يعني. انا عايز اقول لك حاجه جدا انا ملاحظها يعني، لان انا بحس بلعيبه الكوره زيكم يعني اول لما بتفرجوا على ماتش الزمالك عنده نفس الاخطاء التكتيكيه ده جدا السنه اللي فاتت، بس السنه اللي فاتت بس عالجها يا ميدو. السنه اللي فاتت بدا يلعب بثلاثه اربعه ثلاثه ودخل جيزو وقدر ان هو لعب نيمار وبيلعب فتوح ولعب افغان وقدامه امبارح بس الحلقه بالظبط قال لك لازم الفريق يبقى فيه مبسط هجمات، انت ما عندكش النقطه بالظبط ودي يعني نقطه اصلا مهمه يعني. انا كنت بيعمل السنه اللي فاتت كان ايه، كان بيلعب افغاني يعني انت يعني افغاني لما لعب ديفندر يا جدو كان نص الملعب في حد بيقطع الكوره في وقت قليل. اقول لك اكبر مشكله انت تلعب باك رايت ضايق، اكبر مشكله خططيه بتواجه الزمالك ايه، ان الزمالك في بدايه اللعب يعني اللعيب نمره 8 لنهايه الكوره بيفتح على الخط، فدايما ما عندوش لعيبه تقدر تعمل الضغط العكسي ان هي تستخلص الكوره اول لما يخسروا الكوره. اي فرقه بتكسب الكوره قدام الزمالك بتعرف تمشي بيها 30 40 متر لان اللعيب الارتكاز ايا كان هو مين عقبال ما بيطلع ان هو يقابل الراجل عنده وقت على الكوره وكل كده، دي مشكله مهمه جدا. لكن انا المشكله اللي انا شايفها في عينين برضو لعيبه الزمالك، انا مش حاسس ان هم في نفس الستيت اوف مايند او نفس التركيز، حالة التركيز اللي هما كانوا عليها قبل كده. صح. ليه معرفش؟ أكيد يا ميدو. أنا معرفش. أسباب بغريت. كتير يا ميدو. زي ما قلت أسباب بره الملعب بالمشاكل اللي حوالين الفريق. تاني حاجة. المشاكل دي كانت موجودة. تمام. استنى. لا بس دلوقتي هجوم اللعيبة الشخصي على 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 لعيبة زي ما شوفنا بعد المباراة اللي فاتت يا جماعة ما ينفعش يحصل فرقة. أكيد بيحصل مشكلة. جالنا مدرب جدو. فاهمنا بس أكمل وبعدين كمل كلام. إن أنت دخلت الموسم برضو يا ميدو بقائمة ناقصة. إن أنت كان ينتظرك موسم طويل جدا، موسم مضغوط، كل ثلاث مباريات عندك، كل ثلاث ايام عندك مباراه، فكانت تستعيد اكتر. عندك نقص في حته الهجوم، ما عندكش مهاجم، مع احترامي سامسون ما ينفعش يلعب نهائي، ما ينفعش يجي خالص، لازم نادي الزمالك يستغنى عنه دلوقتي. تاني حاجه الاجانب اللي جولك ما ضافوش الاضافه اللي انت كنت عايزها، خصوصا ان انت عندك امام عاشور وزيزو من الموسم اللي فات مجهدين، فبان عليهم الاجهاد دلوقتي. قراراتهم كلها زي ما قال دودار بقت غلط. فاعتقد ان كان لازم يكون عندك اجانب يشيلوا الفريق في الحاله دي اللي انت موجود فيها. عندك ابراهيم ضاي مصاب، عندك سامسون زي ما شفت زكريا الوردي خرج. اعتقد نادي الزمالك مطالب باربع خمس صفقات عشان يقدر ينافس على الدوري وافريقيا الفتره اللي جايه. لكن لو نادي الزمالك فضل بالشكل ده او بالقائمه الحاليه، اعتقد ان نادي الزمالك هتبقى فرصه هيبعد عن الدوري من بدري، وافريقيا مش هيعدي الدور الاول يعني. طبعا ده بس كابتن برضو رساله للاعيبه نادي الزمالك، يعني انا بحبهم جدا وانا قريب منهم جدا. سيبكم بقى من طريقه اللعب، فريرا غلط، لعب ب 3 4 3، لعب 4 3 كام 4، ايا كان الخطه اللي بيلعب بيها فريرا، انتوا فين النهارده؟ اي لاعب هينزل لابس تيشيرت نادي الزمالك المفروض ان هو بيلعب باسم كبير جدا وبجمهور كبير جدا. الجمهور دوت محتاجك في كل ماتش تكسب كل الماتشات، انت مش تلعب لي ماتش حلو وبعد كده ماتشين تريح، انت المفروض ان انت تستمر تاخد الدوري وتاخد افريقيا وتاخد كاس مصر، تنافس على كل البطولات اللي انت بتلعب باسم زي ده، باسم كبير زي نادي الزمالك. فبالتالي لعيبه نادي الزمالك مقصرين في حق نفسهم جدا، لازم يتواضعوا، لازم يعرفوا قيمه الجمهور اللي بيروح لهم كل ماتش. النهارده انا كنت على طريق اسكندريه جدو، لقيت الجمهور عند الكارته حجم كبير جدا من الساعه كام بقى، من 9 الصبح. فبالتالي لعيبه نادي الزمالك لازم يحسوا بالكلام دوت، جمهور كبير جدا ماشي زعلان، وخدوا بالكم ورصدكم. الجمهور هنا كان على فكره يعني من كواليس يعني بقول لكم ان الجمهور هنا كان بيشتم رؤى. ليه راح لهم؟ كان بيشتم رؤى وهو راح يتكلم معاهم. طب بيشتم رؤى ليه؟ يعني انتوا جيتوا في اللعيب اللي هو اصلا احتياطي ما بيلعبش خالص. لا كانوا بيشتموا الفرقه كلها. بيشتموا الفرقه. بس انا عايز اقول لك حاجه يا دودا، الجيل ده مش فاهم حاجه. في حاجه معينه لازم يفهمها. اتفضل. انه انت وحش وبتخسر الجمهور هيشتمك. لازم تقبل كده. طبعا. مفيش. انا عشت ايام في نادي الزمالك كانوا بيخبوا اللعيبه وانا ناشئ في نادي الزمالك. كان جمهور نادي الزمالك لما كان نادي الزمالك جده بيتغلب ماتش. مره الزمالك اتغلب من الكروم 4 في اسكندريه.
اول جون لكوليبالي انا فاكر كويس، او كنت انا صغير يعني، اقسم بالله انا كنت شايف بيخبوا اللعيبه، اللعيبه بتوصل بيخبوها وبيدخلوها من ابواب سريه عشان جمهور الزمالك واقف حوالين سور النادي وفوق سور النادي بيشتموا اللعيبه. هي دي الكوره في مصر، مش معنى كده ان احنا بنقول هي دي الكوره. انت النهارده ما ينفعش ان انت راجل تبقى بتلعب في نادي كبير والنتائج وحشه وان انت راجل كذا، لا توقع الكلام ده، ده طبيعي يعني، ما ينفعش يبقى فيه رد فعل. ده اللي انا بقوله، ده اللعيبه اصل خلي بالك معظم الجيل ده دولار ما لعبش قدام جمهور، ما لعبش قدام ما لعبش قدام 60,000 و70,000 و100,000، ما لعبش. انت النهارده عايز، انت النهارده تلعب في نادي الزمالك وان متعادل 0-0 لغايه الدقيقه 80 والجمهور مش شايف رد فعل حتى ان انت بتحارب، واحنا هيعمل لك ايه؟ احنا الجمهور الوحيد يا جدو شجعوا بعد ماتش الداخليه، شجعوا بعد ما تعادل اللي يقول لك يخسر، احنا الجمهور الوحيد اللي يقول لك يخسر بس اعمل اللي عليك. لا كل نادي انديه كبيره كده دولار كابتن، احنا موت نفسك ولو خسرت عادي، لكن ده دلوقتي انت بتخسر وبتخسر في بناط، والنادي الاهلي هيكسب في ماتش بكره بالنتائج دي، فبالتالي انت اللي بتهدي الدوري للنادي الاهلي من بدري. بس انت في النهايه برضه لازم تهيئ للعيبه جو صحي يلعبوا فيه يا جماعه، يعني ما ينفعش يتصدر لي مشاكل بره الفرقه من غير داعي. يعني مثلا التصريحات اللي قالها المستشار مرتضى منصور بعد مباراه الداخليه على عبد الله جمعه فتوح، يعني ما كنت شايفها من غير اي داعي، عملت بلبله في الفرقه من غير اي داعي، اثرت اكيد هتاثر على الفرقه. مين ما تقدرش تفصل لعيبه سواء اللي التصريحات جت عليهم او اللعيبه الثانيه من التصريحات دي، اكيد هيبقى في كلام ويبقى في بلبله، وحصل كلام كتير جدا حوالين الفرقه ما كانش ليه داعي دلوقتي. برضو من النقطه اللي انت بتتكلم فيها جدو، في صح اللي انت بتتكلم فيه ده صح، ان السنه دي برضو الكلام بقى كتير غير عكس السنه ده. ممكن اسالك سؤال جدو؟ اتفضل بجد، يعني قول لي رايك بصراحه واسال دودار اقول لك رايي بصراحه. اتفضل. لو انت في لعيبه عندك اتنين لعيبه وتلاته لعيبه بتحذرهم من حاجات معينه في حياتهم الشخصيه بقالك فتره، بتقول لهم خلي بالكم تمام الكلام جالنا، اعملوا كذا اعملوا كذا، خلي بالكم انتوا كذا وكذا وكذا، ويجي لك اللعيب النهارده يعرف ان في كشف منشطات قبل ما الماتش يبدا وياخد شنطته ويمشي، ياخد شنطته ويروح، تمام انت تعمل ايه؟ همشي هقعده في فرقه يعمل ايه بعد ما انا حضرته مره واثنين وثلاثه وهو بيسمعش الكلام؟ يعني اكيد مش هطلع اقول الكلام اللي انا قلته ده، هاجي في يناير اشوف لك عرض واعرضه للبيع وخلاص، الموضوع يبقى داخلي، ما احكيش اسرار الفرقه واسرار لعيبتي. طب وايه عذرك على الملأ؟ ايه عذرك لان انت في النهايه طالع غلط، ان هو قال لك جالي اداري، فاهم؟ قال جالي 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 مثلا اخبار مغلوطه من اداري في الفرقه، فاهمني؟ طب انت يعني هيبقى ايه تفسيرك برضه للجنه مكافحه المنشطات ان انت اضطريت ان انت تغير السكور شيت؟ سؤال انا بسالك، يعني انت النهارده اكيد لا، ما هو اصلا لو كان اللعيب خرج بعد ما الحكم خد السكور شيت خدته منه وغيرته، هو كان في الماتش خرجوا في الماتش ولا قبل ما يروح الماتش؟ لا اتحط اللي يعني اللعيبه كانت موجوده جوه الماتش، هو في الاستاد يعني في الاستاد وهينزلوا يسخنوا وبعدين لما عرفوا كانوا موجودين في السكور شيت وخرجوا من الاوضه مشي. بس انا يعني مش كان قول لي، طب انت قول لي خلاص انا ما اطلعش على الملعب ايده، انت النهارده لما مدير فني بتاعك يبقى تجيب باك ليفت من البيت النهارده قاعد بيتعشى مع مراته وتبعته يجيبه عشان يلعب، هل انت برضه رئيس النادي هيتجنن؟ انا مش برضه، انا ضد الاهانه لاي شخص بالظبط وضد التشهير باي شخص. طب انت هتطلع تقول عليه كده يا ميدو؟ هتطلع تقول كده ولا انت هتاخد قرار داخلي بينك وبين بينك وبين اللعيبه ديت؟ طب ايه اللي اتغير؟ ما هو الموضوع بقى على المشاعر اصلا. ما هو بالظبط، ما هو المشاعر ايه اللي خلاها المشاعر؟ التصرف قبل الكلام. التصرف. انا ضد الكلام بالظبط، انا بتكلم على كده. لو التصرف ده كان ممكن يتلم يا ميدو بطريقه احسن من كده، ما طلعش ان انا اقوله في النهايه ان اللعيبه تيجي وتعتذر. انا 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 يعني انا ما اعرفش هم بيعتذروا على ايه، يعني هم بيعتذروا على ايه؟ على فكره بيعتذروا ان هم كانوا بيشربوا مخدرات. انا ضد التشهير باي شخص بالظبط، انا معاك، بس انا بقول لك برده يعني بجد في حاجات تجنن. يعني انت النهارده في حاجات، انت النهارده لما لعيب النهارده نازل يسخن ويروح يا ميدو، معلش اللعيبه دي لو انا مسؤول اللعيبه ديت زي اولادي لازم احميهم، مش ان انا مثلا ابني غلط او ابني مثلا انا حذرته مره واثنين وعمل حاجه بتكلم. اطلع اعمل كده لازم الم الموضوع، فاهم انت؟ وبعدين ما اخليش الموضوع يطلع بالشكل، لان الموضوع لو طلع بالشكل ده طب لجنه المنشط دلوقتي بتدور عليهم وعايزينهم يعملوا التحاليل بتاعتهم، طب انا استفدت ايه؟ لا انت كلامك كنادي زمالك. طب في دلوقتي هم راحوا وفعلا طلعت العينات ايجابيه وتوقفوا 6 شهور؟ لا مش هتطلع ايجابيه يعني مثلا يعني، فاهم انت يا ميدو؟ طب ليه كل الكلام ده من الاول؟ ما هو ده قصدي يعني. هو على فكره انت عملت مشكله، على فكره كان ممكن تتصرف فيها احسن من كده. على فكره هو عبد الله عمل كشف منشطات وطلعت سلبيه،
عبد الله بالذات عمل كشف راح مشاكل. راح لما لا 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 عمل كشف بطريقه وديه يعني. انا عرفت النتيجه طلعت سلبيه. طيب ما طب ما كلم الاول بقى ميدو خالص بدل ما مفيش حاجه واللعيبه يعني مفيش اي مخدرات مثلا بيشربوها يعني دايما دايما. طب ليه دي الحاجات عشان يخس و طب يعني ممكن الحاجات دي تتثبت كلها يعني انت بتقول لا لو انت مش ثابتها قبل البتاع لازم تقول لدكتور الفرقه بالظبط. لو انت مش باعت مذكره من قبليها للجنه طبعا لازم تكون باعت لهم قبليها يعني. الحل يا كابتن الحل النادي الزمالك هدوء من مجلس الاداره ولازم يهدى لان السنه اللي فاتت خلاص المستشار مرتضى منصور قيمه كبيره جدا لمجلس لرئاسه نادي الزمالك وراجل ناجح محتاج هدوء محتاجين نهدى في التصريحات محتاجين وجود الكابتن اسماعيل يوسف اعتقد هيفرق في اوضه اللبس. اعتقد ان اللعيبه لازم تراجع حساباتها الهدوء دوت هيخلق حاله من الاستقرار زي ما بيقول جده فبالتالي كل ده هيتحصل النتائج هتكون نتائج ايجابيه. جده بكره الاهلي والمصري رايك ايه؟ اكيد مباراه صعبه جدا طبعا دايما مباراه الكابتن حسام حسن بتبقى صعبه مباراه بيبقى فيها عصبيه لحد ما لكن هتكون مباراه ممتعه يعني الاهلي الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس كسب مباراتين ورا بعض والنهارده الزمالك تعثر في تعادل تاني فاعتقد قدام النادي الاهلي فرصه كبيره جدا انه يوسع الفرق يبقى 7 نقاط وبعدين عندك بعد كده عندك بعد ماتشين الزمالك لو كسب الزمالك في المباراه اللي بينهم فاعتقد النادي الاهلي هيكون ضمن بشكل كبير جدا المباراتين اللي جايين دول المصري ومباراه الزمالك اللي جايه لو النادي الاهلي قدر يكسب 6 نقط اعتقد انه هيبقى بشكل كبير جدا حسم هنتكلم بشكل اكبر عن مباراه الاهلي والمصري لكن تعالوا شوف جمهور بورسعيد عامل ايه قدام منفذ بيع التذاكر. احنا الان في بورسعيد من امام مقر تذكرتي وجماهير النادي المصري اللي بدات تتوافد على السفر لمباراه المصري والاهلي اللي مقرر ليها بكره ان شاء الله. معنا جماهير النادي المصري عشان نعرف منها لماذا حرصت على هذا الدعم الكبير للنادي المصري امام النادي الاهلي. عايزينك تقول لنا يعني شايف المباراه ازاي ولماذا حرصت على النزول في هذا التوقيت من اجل مؤازره النادي المصري غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراه صعبه ماتش صعب الجمهور المصري دايما بيسافر ورا الفرقه لازم نكون مساندين للكيان وان شاء الله اللعيبه تأدي ماتش محترم ويلعبوا ماتش حلو زي ماتش الاتحاد وباذن الله النادي المصري يكسب ويخلص اللقاء من بدري. بنسافر بالالف وبالالفين كل ماتش والماتش ده بالذات احنا بنسافر بعدد كبير عشان نبين قدام مصر كلها ان احنا جمهور كبير. تاني حاجه ده ماتش عادي بالنسبه لنا 3 بونت اي ماتش هنطلب من اللعيبه اللي هي تعمل اقصى حاجه عندها بس في نفس الوقت يعني الماتش عادي مباراه كبيره ومباراه مهمه فلازم نكون جنب فريقنا وزي ما العميد عودنا طموحه عالي معانا وكده فاحنا ان شاء الله عندنا امل كبير ان احنا بكره ان شاء الله نكسب ونكمل سلسله الانتصارات اللي احنا ماشيين فيها. ان شاء الله اللعيبه تعمل اللي عليها وكل لعيبه رجاله في الملعب ان شاء الله ربنا يكرمنا ب3 بونت بكره باذن الله. دي مباراه فاصله بتقدر تحطنا على بدايه الصحوه ان شاء الله والوصول للمراكز الأربعة الأولى فطبعا مساندة المصري مش جديدة علينا واحنا أطفال واحنا بنساند المصري كبار بقى صغيرين شيوخ عندنا شغل طول عمر اليوم ما المصري بيلعب بيبقى بورسعيد في أجازة ده طبيعي من زمان ورا النادي المصري في أي وقت والجمهور طبعا كله نفسه يسافر ونفسه يشوف النادي المصري كسبان إن شاء الله كابتن حسام حسن بكرة يعني نعمل حاجة أحسن إن شاء الله من الماتش اللي فاتت. مجلس الإدارة هو اللي يتبنى حاجة زي ديت أنت بتشيل عليا ضغط أنا كنت ساعات بوصل الساعة 2 بالليل مش لاقي يعني بساط يعني بنبقى مثلا عايزين 5 بساط 6 بساط مش قادرين نكمل العدد دوت لحد الحمد لله دلوقتي احنا مجلس الاداره بنقول له احنا عايزين كذا بساط هو بيحضر لنا الحاجه وبيشيل شال يعني من علينا الضغط وديت حاجه احنا كنا بنحلم بيها يعني احنا ان شاء الله هنقدم صوره تلاقي باسم النادي المصري وباسم بورسعيد وباسم مجلس الاداره والجماهير دي ان شاء الله تروح ان شاء الله مبسوطه باذن الله ب3 بونت ان شاء الله. ان شاء الله على اي حال المصري كسب المصري ما كسبش احنا ورا نادينا في اي وقت في اي مكان سواء بنلعب في اسكندريه بنلعب في السويس احنا حاجه دي تربينا عليها من صغرنا ومتعودين عليها النادي المصري ان شاء الله احنا وراه في اي حاجه وفي اي مكان حتى لو ربنا ما وفقناش الماتش ده احنا راضيين عن لاعبتنا وراضيين عن الجهاز الفني وراضيين عن مجلس الاداره كل الرضا. كلنا رايحين ورا الكيان في اي حته بنجري ورا الكيان ان شاء الله بامر الله هنرجع ب3 بونت وكلنا هنبقى ايد واحده ورا النادي المصري وهنشجع فرقتنا بس مش اكتر للنادي المصري ومسافرين ورا النادي المصري نشجع 90 دقيقه ونرجع بالسلامه منصورين.
مصري اتسيلوا ميا اتسيلوا نار اها النادي المصري جبار. يعني جمهور بورسعيد متحمس للمباراه وماتش كبير للفرقتين، وان شاء الله الماتش يخرج بشكل كويس بدون اي مشاكل، ومتوقعين باذن الله ان الماتش يخرج بدون اي مشاكل. دودار يعني الاهلي وصفقات جديده موجوده، صفقات كويسه، والاهلي دلوقتي عنده دوافع كبيره جدا ان هو يوسع الفارق ما بينه وما بين الزمالك. انت متوقع الماتش هيبقى عامل ازاي؟ بص يا كابتن، احنا اتكلمنا عن النادي الاهلي في البدايات خالص في الماتشات، واتكلمنا ان مهما يجي يعني احترامي للمدير الفني اللي موجود، لكن لعيبه النادي الاهلي عايزه، وهو ده باين في الملعب، باين ان هم عايزين الدوري، باين ان هم عايزين يصالحوا جمهورهم. والماتش اللي فات قفشه بيجيب جون بيروح للجمهور، فبالتالي لعيبه النادي الاهلي مركزه من اول ماتش في الدوري، حتى لو المدرب دوت هيكون عم حارس، لعيبه النادي الاهلي حاطه تركيز كل التركيز. انت المدرب في دماغك كده. انا مش بتكلم عن مدرب، انا بتكلم ان بص يا جدو، انا اتمرنت مع مدربين كتير جدا، اللعيبه صدقني هي اللي في ايديها 90% تنجح المدرب. اللعيبه النادي الاهلي مركزه من بدايه الدوري ان هم عايزين ياخدوا الدوري، عكس المدرب 10% بس من نجاح الفرقه. ممكن المدرب يطلع عينيه في التمرين ويعمل ويشتغل، واللعيب يخلص التمرين ويروح يسهر ويروح يعمل كل حاجه، ضيع للمدرب عمله. طب وليه ما تقولش ان المدرب كويس واللعيبه مركزه؟ بالظبط. شايف ان اللعيبه هي اللي منجحه المدرب لحد دلوقتي. شايف ان اللعيبه دي اللي انا بتكلم فيها. لا، النادي الاهلي داخل من اول ماتش، لعيبه النادي الاهلي عايزين يصالحوا جمهورهم. ماتش بجانب ان ماتش اسوان، وده هيبقى سبب ضياع لا قدر الله، قدر الله ضياع بطوله الدوري على نادي الزمالك. النادي الاهلي فاق من بعدها بشكل كبير جدا. ماتش بكره مع النادي المصري اعتقد. انا عجبني الجون ده قوي. طبعا جون جامد جدا. جون فيه شخصيه، ده لاعب محترف. تخيل كابتن لعيبه النادي الاهلي ديانج وعلي معلول هم اللي شايلين النادي الاهلي، هم اللي عاملين طفره في النادي الاهلي عكس نادي الزمالك، مفيش محترفين. فبالتالي ماتش بكره هيبقى صعب جدا على النادي المصري، خصوصا ان عنده مشكله كبيره جدا في حته الديفنس في النادي المصري. لعيبه النادي الاهلي فايقه. النهارده التعادل بتاع ماتش الزمالك اكيد مع الاتحاد هيدي حافز كبير جدا للنادي الاهلي. شايف النادي الاهلي مع التوليفه اللي عاملها بيلعب السهل خالص في الطريقه، بيلعب 4-2-3-1، الامور بالنسبه له هاديه جدا، بجانب الصفقات اللي جت يا كابتن. مروان عطيه من اللعيبه المميزه جدا في نص الملعب، بجانب خالد عبد الفتاح الباك رايت، كمان عمر كمال عبد الواحد في طريقه من فيوتشر يروح النادي الاهلي، هيفرق معاهم جدا برده لو راح. طب عايز اقول لكم على خبر حصري معايا، ان دلوقتي بيتم مناقشه قرار باجبار الانديه لدفع رواتب لاعبيها الاجانب بالجنيه المصري. صح. وحين وفي حاله التعاقد مع اي لاعب اجنبي او مدرب اجنبي، الاشتراط ان في العقد ده، كلام بلوج ده كلام حاصل خلاص، ده رسمي، ده بيتم من النهارده يعني. من الساعه 6 المغرب بيتم مناقشته، ان هيتم اجبار الانديه المصريه والاتحادات المصريه. ده القرار انا بقول لك، الاتحادات مهمه جدا، تمام، ان كل مدربيها وكل اللعيبه الاجانب والمدربين الاجانب ان هم يجب ان يتقاضوا اموالهم بالجنيه المصري. ده انا بقول لك خبر معايا رسمي، انا كزملكاوي اتمنى. مش رسمي يعني، في يعني في مفاوضات قويه وتعليمات وتوجهات ان ده اللي يحصل. انا كزملكاوي اتمنى ما تمشيش حد يعني، مش حد ما حدش يقول مشي حد المصري بما عادل مصري. طب وهل هو هيوافقوا اللعيبه يعني؟ علي معلول ده هيوافق ياخد بالمصري؟ يعني ممكن اقول لك حاجه، ديانج دوت هيوافق؟ اقول لك حاجه، في كل دول العالم انت لما بتروح تلعب في اليابان ما بتاخدش فلوس بالدولار، بتاخد فلوس بالين الياباني. لما بتروح تلعب في الصين ما فيش حد، ما بتاخدش فلوس، انت بتاخد فلوس بعمله بلدك، بعمله بلدك، وده مش عيب، انت لازم تقوي عمله بلدك. الكويتي كان بحاجه و50 النهارده، ده هو بالدينار. كنت واخد بالدينار. ايوه، ما فيش حد بياخد بالدولار. انت ليه؟ طب انت النهارده انت يعني، انا برضو انا معلش صح. انا مع القرار ده. انا مش بقول لك امشي، اهلا بيك وانت راجل اضافه لينا وكل حاجه، لكن في ايه لما تاخد فلوس بعملتي؟ صح. انا مش عايز تاخد، مش عايز، وانت عايش هنا مش تعيش معايا. هل انت ينفع تروح انجلترا مثلا؟ هل انت ينفع تروح انجلترا وتطلب فلوس بالجنيه المصري؟ بالدولار، بالجنيه المصري؟ لا ما تقدرش ولا باي حاجه، لازم بالجنيه المصري. احنا عندنا لعيبه في المقاولين بتقبض بالجنيه المصري بجد؟ والله برافو. بس مش بنفس مستوى ديانج يعني. ديانج لما تيجي تقول له هتاخد جنيه من مصر هيقول ايه؟ ده بيلعب في الاهلي. هيقول ايه؟ النهارده يعني ايه المشكله؟ كابتن بيلعب في النادي الاهلي، اهم حاجه اللعيب المحترف ده عايز ياخد فلوس، مع احترام النادي الاهلي او نادي الزمالك. اللعيب المحترف ده بياخد فلوس. ديانج النهارده هيوافق ياخد بالجنيه المصري؟ ما هي برضه هتيجي عند اللاعب نفسه. لا ممكن ما يوافقش. لما لا دودار يعني انت ما ينفعش يمشي.
انا النهارده انا النهارده ما النهارده اسكان الانديه مش عارفه تجيب المؤسسات كبرى دولار مش عارفين يجيبوا دولار من البنك مشكله فعلا. طيب النهارده ايه اللي ممكن يحصل؟ ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعدي عليها. بس هل المدير الفني المنتخب الاول هيوافق والجهاز بتاعه؟ طب فيها ايه؟ انا هدي لك فلوس فلوسك هي هي تمام. هصرف لك بالجنيه بسعر الدولار كل شهر. يعني لو الدولار بكره بقى بكذا هدي لك بما يوازي بالجنيه. طب وهو الراجل هياخد جنيه يعمل بيه؟ هيحطه ما هو مثلا عايز مثلا يبعته لاهله او ان هو يحطه في حسابه بره. طب هيصرف بجنيه في البرتغال ازاي؟ مش هيرد دولار. ايوه بالظبط هيمشي بالظبط. هو ده بتكلم فيه. لا اعتقد ان هي محتاجه انا بتكلم بجد. احنا ليه ما بنحترمش بلدنا زي ما الناس كلها بتحترم بلدهم؟ يا جماعه في كل حته في العالم الناس بتقبض بالعمله المحليه العمله الوطنيه. احنا ايه المشكله يا كابتن؟ المشكله دي اجيب بعد اذنك بس المشكله دي المفروض من اول الموسم اجيب لاعب صح اتفق معاه بجنيه مصري. لكن اجي نص دلوقتي الموسم. ايوه قرار طلع من الدوله دودار. هو ايه المشكله؟ انا النهارده قرار فايدة النهارده انا جيت اتعاقدت معاك كان الحال مختلف. الامور اتغيرت والظروف الاقتصاديه انا مع القرار. طيب. انا مع القرار مش ضد. انا مع احنا بنتكلم انا بقى كلاعيبه يعني اللي عايز يمشي يمشي يا جماعه. ايوه ايوه فاهم. انا قصدي انا كلاعب محترف انا اخد جنيه مصري اعمل بيه ايه؟ ايه المشكله؟ خلاص هيمشي يبقى. هل النادي الاهلي يتقبل ديانج وعلي معلول؟ يمشي يمشي كلاتن بيرجع ياخد بالجنيه المصري كابتن. بس واحده واحده عليا جدا. الاهلي جمهور النادي الاهلي يتقبل الجنيه المصري ده بقى جنيه مصري؟ علي معلول لو موافقش وده جنيه مصري. احنا بنتكلم وانا بنتكلم على الاهلي ليه؟ احنا بنتكلم على كل الناس. على كل الناس. ايوه عامه انت بتدخلنا في قصه الاهلي مش على كل الناس. بنلخص يا كابتن. هو اللعيبه المحترفه اللي هم مين؟ والله ما حد هيمشي. لان اقول لك ليه؟ كل اللعيبه المحترفه اللي بتلعب في مصر بتتقاضى اموال في مصر اضعاف 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 من العروض اللي بتجيلهم في اي تانية. دي حقيقه صدقني. حتى لو جالهم في اوروبا كل المدربين معظمهم بياخدوا فلوس هنا. فلما يجي يحسب حسبته يا دودار هو يعني هو معهوش فلوس في بلده؟ لما يجي النهارده لما يحسب حسبته لا هو النهارده بيتقاضى اموال اكتر بكتير من اللي هياخدها في اي حته. ماشي يا ميدو كابتن. مش مختلف دلوقتي. انا مش مختلف بس انا دلوقتي انا فيتوريا وافقت ان اتحول لمرتبه جنيه مصري. هقوله بقى ازاي اخده جنيه مصري؟ هو ده اعمل هينفع؟ افرض مشيت مثلا بعد اصرفه عندي يا عم. ست شهور اصرفه عندي. افرض مشيت بعد ست شهور اصرفه عندي. اصرف الجنيه عندك؟ اصرف عندي. ايه المشكله؟ ماشي ما انا ممكن اصرف وعندي في برضه. هو هل الحال ده يفضل على طول؟ ما انت بعد كده تعرف بعد كده تحول. ده قصدنا يعني. احنا مع القرار. انا مع القرار بس طبعا بس اي حاجه تعملها البلد في صالح البلد اكيد احنا مع القرار طبعا. لكن احنا بنفكر تفكير انا وجده اللي هو الاصابات اللي هتواجه الاصابات اللي هتقابل الشخص نفسه ده وياخد الجنيه. انا عن نفسي هل فيرا هيوافق انه ياخد بالدولار او كولر في الاهلي او اللعيبه المحترفه؟ المشكله ايوه ما ده سؤال لازم. اي حد مش عايز يمشي بنظامي بقول لك يا جدو احنا عايشته في انجلترا تمام. تقدر تعمل اي حاجه خارج نظام القانون لا الانجليزي؟ لا طبعا. هيرجعك على طول يرحلك برضو. احنا مصر ايه المشكله؟ عايز تشتغل عندي احنا ناس عايزينك وبنقدرك كل حاجه لكن احترم القوانين بتاعتي لو القوانين طلعت غير كده شكرا. بس انت ممكن تقول مثلا من الموسم اللي جاي عشان خاطر الانديه تعمل حسابها وكمان الناس اللي موجوده دلوقتي ان هي تعمل حسابها برضه. ممكن تقول مثلا الموسم الجاي في شهر 6 يعني هيبدا من شهر 6 ممكن التعاقدات الجديده كلها او المدربين اللي موجوده دلوقتي تديهم فرصه لحد الحد. ايوه ما انا بقول لك المدربين الحاليين تديهم فرصه لحد شهر 6 يا ميدو مثلا ان احنا هنطبق النظام ده من الموسم اللي جاي. عجبك عجبك مش عجبك خلاص اتكل على الله. ولو خدوا القرار برضه ان انت تبدا تتحرك في ظل الظروف الجديده ان انت بالجنيه المصري في كاس العالم. انا بس بقول لك الناس معاها دولار وماشيه في الشوارع في قطر معاها الدولار عايز يصرفه ممنوع يتعامل بالدولار. حتى لو انت جاي لكاس العالم انت بتتعامل هنا بالريال القطري بالعمله بتاعتي. واحنا النهارده هنقوي احنا النهارده دولار هنقوي العمله بتاعتنا ازاي؟ هنقوي العمله بتاعتنا وهنقوي العمله بتاعتنا ان احنا ازاي ان احنا ندخل احنا دولار للبلد العملة بتاعتنا. عن طريق السياحه عن طريق ان احنا نصدر عن طريق نصنع حاجات كتيره جدا. لكن جزء منها ان انا اتعامل في بلدي بالجنيه عشان ادي قيمه للجنيه المصري. انا خلاص انا ده 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 القرار القرار انا موافق عليه طبعا. والقرار لو اتعمل يا ريت يتعمل في احنا مصر دولار احنا ال 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 في قوانين هتمشي عليها حتى لو انت موجود في عدد. لو انت عايز تمشي خلاص شكرا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ما خلاص بس انا دي مش محتاجه كلام قاعده. دي محتاجه احنا بنتكلم في كيفيه تطبيق. اقعد مع رئيس الزمالك اقعد مع رئيس النادي الاهلي اقعد مع الرؤساء هناخد قرار. القرار ده هيمشي على الجميع فبالتالي هيحصل قرارات ممكن ناس كتيره جدا تعترض عليها فلازم كلنا نتفق على القرار ده. اكيد طبعا. شكرا دودا. ربنا يخليك يا كابتن. توفيق يا كابتن. شكرا جدا. شكرا يا ميدو. يعني انا هني الحلقه وان ده انا بقول لكم ان القرار بيتم دراسته وانا بقول لكم انا مع القرار ده قلبا وقالبا حتى لو هخسر اهم لعيب عندي. انا في رايي ان احنا لازم ندي قيمه للجنيه المصري
احنا النهارده شايفين الناس كلها قاعدين بتقول الدولار طلع كذا وكذا، احنا لازم ندي قيمه لعملتنا. صدقوني انا عشت في 7-8 دول مختلفه وشفت الناس ازاي بتحترم ثقافتها، بتحترم نظامها، بتحترم قوانينها، بتحترم عملتها. واي حد يجي يعيش عندي لازم ان هو يحترم حتى لو عنده تعاقدات، يحترم ثقافة بلدي ويحترم نظام بلدي ويحترم قوانين بلدي، يا غير كده شكرا جود لك. المهم ان في بلد اهم من اي حد. تصبحوا على خير.